فاريشن. الويت فاريشن دي من المشاكل اللي ممكن تواجهك في اثناء عمليه تصنيع الراس. الويت فاريشن هو ان الراس بتاعتك يكون الوزن بتاعها مختلف، ان المفروض ان انت التشكيله المظبوطه يكون الاقراص بتاعتك، مش هقول ان كل الاقراص الوزن بتاعها ايديال متساوي بالملي جرام او بالجرام، ده طبعا ما بيحصلش، لكن الفكره ان يكون الويت فاريشن ما بين الاقراص وزن ليميت، في ليميت من الفاريشن، الليميت المفروض الاقراص بتاعتك بتاعت التشغيله لا تتخطاه، ما يبقاش مثلا وزن الاقراص المفروض يكون 10 مللي جرام وتلاقي ان في اقراص طالع عندك وزنها 20 مللي جرام، معنى كده ان الفاريشن تقريبا ضعف الوزن، ده فاريشن عالي جدا يمثل ايرور في التشغيله بتاعتك، ولازم ساعتها تدور على اسباب الايرور ده ايه. ممكن يسبب الويت فاريشن هو ايه؟ ثلاث عوامل تقريبا. اول حاجه ان يكون عندك بور فلو اوف الجرانيولز. احنا لو فاكرين المحاضره اللي فاتت قلنا المكنه بتاعه تصنيع الاقراص دي عباره عن القمح اللي هو الهوبر، وبتنزل من خلاله البودرز بتاعه الانجريدينتس المختلفه الى داخل قلب المكنه، ينزل كل ميكس او كل مجموعه من البودرز اللي بتمثل لك تركيبه القرص تنزل جوه الحفره اللي اسمها الضاي، وينزل بعد كده الابر بانش يكبس الاقراص في هذه الحفره. لو البودرز او الجرانيولز المختلفه الفلو بتاعها متفاوت، لو انت بتصنع قرص ريفو، الريفو بيتكون من استايل ساليسيليك اسيد مثلا مع لاكتوز كفيلر ومثلا ستارش كبايندر، لو الثلاثه كومبوننتس دول الفلو بتاعهم متفاوت، معنى كده ان اول قرص هيكون نزل مثلا فيه الباودر بتاع الاستايل ساليسيليك اسيد والستارش، لكن اللاكتوز اتاخر شويه عشان الفلو بتاعه سيء، فمعنى كده ان القرص الاولاني ده هيكون وزنه مختلف عن القرص اللي بعديه اللي هيكون نزل فيه اصلا ساليسيليك اسيد مع ستارش مع شويه لاكتوز كمان، مختلف عن القرص اللي بعديه. يبقى ده اول سبب هو اللي يكون عندك بور فلو اوف الجرانيولز او ديفرنت فلو للكومبوننتس بتاعتك. تاني سبب هو النون يونيفورم بارتكل سايز بتاع الجرانيولز. احنا لو تفتكروا اتكلمنا على الفلوبيليتي بتاعت الباودر في اول محاضرات، وقلنا ان الفلوبيليتي بتاعت الباودر بتعتمد على البارتكل سايز، كل ما يكون البارتكل سايز كبير كل ما الفلو يكون كويس ولا وحش يا دكاتره؟ نفتكر بقى مع بعض، كل لما كان البارتكل سايز يبقى كبير كل ما الفلو كان بيبقى كويس ولا وحش؟ بالظبط دكتور ناجي، تمام يا ندى، كل ما الفلو كل ما السايز يبقى كبير كل ما الفلو يكون جيد. ودايما عشان مش عايزك تحفظ عايزك تفهم، افتكر دايما المثال بتاع الدقيق والسكر، مين فيهم الفلو بتاعه كان جيد؟ كان الملح او السكر لان البارتكل سايز بتاعه كبير، اما الدي كان الفلو بتاعه سيء لان البارتكل سايز بتاعه صغير. فلو انت عندك البارتكل سايز ديستريبيوشن بتاع الجرانيولز بتاعتك مش متساوي، معنى كده ان يكون في عندك جرانيولز حجمها كبير وجرانيولز حجمها صغير، الكبيره هيحصل لها فلو سريعه والصغيره هيحصل لها فلو متاخر، وبناء عليها هيؤدي لاختلاف الفاريشن في وزن التابلت. طب هو انا ايه اللي يخليني يبقى عندي نون يونيفورم بارتكل سايز ديستريبيوشن؟ فكر كده، ها ايه اللي يخلي عندك نون يونيفورم بارتكل سايز ديستريبيوشن؟ في خطوه هنا انت نسيت تعملها اكيد، حد فاكر يا خطوه ايه؟ حد فاكر ايه الخطوه اللي انت نسيت تعملها ادت في الاخر ان يكون عندك نون يونيفورم بارتكل سايز للجرانيولز؟ فكر. الطحن؟ لا مش الطحن، ايوه برافو عليك يا ناجي، هو السيفنج. السيفنج انت المفروض بعد ما انت دلوقتي الجرانيولز معناها ان ايه؟ ان كان عندك باودر في الاول والباودر ده عملت له جرانيوليشن حولته لجرانيولز، والمفروض ان احنا بعد ما بنخلص الجرانيوليشن كنا بنعمل خطوه مهمه جدا، خطوه السيفنج، عشان افصل الجرانيولز اللي حجمها كبير عن اللي حجمها صغير عن اللي حجمها مناسب. انت مش لما تعمل الجرانيوليشن لو تفتكر في الباودر وفي الجرانيولز، لما بتعمل الجرانيوليشن مش كل الجرانيولز اللي بتطلع لك بيطلع عليها نفس السايز، ممكن يطلع شويه سايز بتاعهم مناسب وحبه اكبر وحبه اصغر، لازم تعمل سيفنج عشان تفصل الثلاث مقاسات المختلفه دول وتاخد فقط الحجم المناسب ليك. فلو انت ما عملتش السيفنج او عملته بشكل غير كفء او غير مناسب، معنى كده ان هيكون عندك في جرانيولز في اختلاف في البارتكل سايز ما بينها. ثالث سبب بيسبب لك الويت فاريشن هو البريسنس اوف اكسس فاين. خلي بالك وجود الفاين داست او الفاين باودر بارتكلز داخل الفورمولا بتاعتك يعمل لك مشاكل كبيره جدا اثناء التصنيع.
تعمل مشكله داست كونتامينيشن زي ما قلنا، وانت كده مكبس بتاع الاقراص لما ينزل يكبس الجرانيولز لو في بودر. تخيل انت كده انت واقف قدام الراجل بتاع الفطير كده، هو بيعمل لك الفطيره في عند الفطاطري، وحاطط الدقيق على السطح الرخامه دي، وبيروح جايب العجينه ورازعها عن الرخامه، بتلاقي الدقيق ده طار وملى هدومك وملى الدنيا كلها. فلو انت في عندك داست يعمل لك مشكله في الماشين، يعمل لك داست كونتامينيشن، يعمل لك مشاكل في الباودر فلو او الفورم الفلو بتاع الجرانيولز بتاعتك، لان الفاين بارتكلز او الفاين باودر هيكون الفلو بتاعه سيء جدا. فلو في عندك فاين باودر في اي حاجه من الانجريدينتس بتاعتك، هيؤدي الى ان الفلو بتاعها هيكون سيء، وبناء عليه هيسبب ان معدل وصولها للضاي اللي هتتكبس فيها هيكون معدل مختلف. يبقى دي الثلاث اسباب اللي ممكن تسبب لك عمليه الويت فاريشن. المشكله اللي بعد كده مشكله الهاردنس فاريشن. طيب انت خلاص صنعت الاقراص بتاعتك والوزن بتاع كل الاقراص متساوي، مهم جدا ان يكون الهاردنس او السترينث او الصلابه بتاعه الاقراص بتاعتك متساويه او واحده، يعني ما يبقاش في قرص الهاردنس بتاعته كبيره جدا فالقرص ده يخش معده البيشنت ويخرج من جسم البيشنت بدون ما يتفتت نتيجه ان هو الهاردنس بتاعته قويه جدا، ولا يبقى عندك قرص هش جدا او مفرول بالبلدي كده، البيشنت يجي يطلعه من الشريط يلاقي القرص مفتت في ايديه. الهاردنس فاريشن ده ممكن يحدث عندك في الاقراص نتيجه ايه؟ اكتر من سبب. اول حاجه لو في عندك الفوليوم والماتيريالز فاري في الداي كافيتي، يعني ايه؟ انت دلوقتي لو تفتكر قلنا ان الداي اللي هي الحفره ديت بتتكون من القاع بتاعها بيمثله اللور بانش، هو ده اللي سادد القاع بتاع حفره الضاي، وفي عندك من فوق بينزل الابر بانش يكبس الباودر داخل حفره الضاي، وبعد كده يرتفع تاني الابر بانش، خلاص كده خلص مهمته. طيب عايزين نخرج القرص الكبس ده من الحفره، يروح اللور بانش طالع لفوق يزق القرص لفوق فيخرجه من الحفره ديت. الفوليوم بتاع الحفره دي، الفوليوم بتاع الضاي اللي هيترتب عليه الفوليوم بتاع البودر اللي هيملى هذه الحفره، واللي هيترتب عليه بعد كده الكبس قوته هتكون قد ايه للبودر اللي موجود في الحفره دي، ده بيعتمد على ايه؟ على الفوليوم بتاع الحفره دي. الفوليوم بتاع الحفره دي بيتكون عن طريق ايه؟ بيتكون عن طريق المسافه اللي ما بين اللور بانش والابر بانش. الضاي هي عباره عن حفره مفتوحه من ناحيتين، من فوق ومن تحت، بس من تحت قافلها اللور بانش، ومن فوق بينزل الابر بانش يقفلها ويرجع تاني يرتفع فيفتحها. فالفوليوم او المسافه اللي بتكون ما بين اللور بانش والابر بانش دي بتمثل لك الفوليوم بتاع حفره الضاي. احنا لو تفتكروا المحاضره اللي فاتت قلنا ان المكنه بتاعه تصنيع الاقراص ما بيكونش فيها ضاي واحده، ده بيكون فيها مثلا 100 ضاي او 100 حفره، وكل حفره منهم فيها لور بانش وابر بانش ينزل يكبس فيها ويطلع تاني. لو المسافه ما بين اللور بانش والابر بانش في كل حفره من ال 100 حفره اللي موجوده في الماشين دي، المسافه ما بين الابر بانش واللور بانش متفاوته، يعني الضاي الاولانيه المسافه ما بين اللور بانش والابر بانش 1 سم، والضاي الثانيه سنتي ونص، والضاي الثالثه سنتي الا ربع، معنى كده ان الفوليوم بتاع الضاي الاولانيه غير الثانيه غير الثالثه، معنى كده ان الحجم البودر اللي هينزل يملى الضاي الاولانيه هيكون غير الثانيه هيكون غير الثالثه. لو انت حطيت احجام مختلفه هيكون الكبس بتاعهم قوته مختلفه، لما تحط فوليوم كبير والله ده هيتكبس بمقدار واحد، طب لو حطيت فوليوم اقل لا، معنى كده ان البريجر كله بتاع الابر بانش اتوزع على فوليوم اقل فخلى قوه الضغط او الكبس اقوى، وبناء عليه القرص اللي هيطلع لك في الحته دي هتكون مكبوس بشكل كبير وهتكون هاردنس بتاعته كبيره. يبقى انت اول سبب هو اختلاف الفوليوم بتاع الدايز، تاني حاجه الديفرنت ديستانس ما بين البانشز، مش احنا قلنا ان الفوليوم بتاع الداي بيعتمد على المسافه اللي ما بين اللور بانش والابر بانش، والله اللور بانش والابر بانش المسافه بينهم 1 سنتي، يبقى هيبقى الفوليوم بتاع الداي دي 1 سنتيمتر مكعب، الداي الثانيه المسافه ما بين اللور بانش والابر بانش 2 سنتي، يبقى الفوليوم بتاع الداي دي 2 سنتيمتر مكعب.
يبقى اختلاف المسافات ما بين البانشز يؤدي لك الى اختلاف الفوليوم بتاع الداي، واختلاف الفوليوم بتاع الداي هيؤدي الى اختلاف حجم الباودر اللي هيملى الداي، ويؤدي الى اختلاف حجم القرص وقوة الضغط بتاعة القرص وقوة الكبس بتاعته. طيب ثالث سبب هو البانش فاريشن. ممكن يكون المسافة ما بين الابر بانش واللور بانش عامل، وممكن يكون عامل اخر هو ان الطول بتاع البانشز مختلفة. يعني ايه؟ احنا دلوقتي اللور بانش طوله ثابت في كل الدايز، تمام. الابر بانش والله في الداي الاولانية الارتفاع بتاعه 5 سنتي، فبينزل بعمق معين جوه الداي فيكبس القرص بقوة معينة. البانش اللي بعديه او الداي اللي بعديه الابر بانش الطول بتاعه 4.5 سنتي، يبقى لما هينزل داخل الداي هيكون العمق بتاعه اقل من البانش اللي قبليه، فهيؤدي الى ان قوه الكبسه هتكون اضعف. طب البانش اللي بعديه كان الطول بتاعه 6 سنتي، 6 سنتي يعني هينزل اغوط والمسافه اعمق داخل حفره الداي، يبقى هيكبس الراس بشكل اقوى ويطلع لك الهاردنس اعلى. يبقى الهاردنس فاريشن ينتج من اختلاف الفوليوم بتاع الداي، اختلاف الديستانس ما بين الابر بانش واللور بانش، او اختلاف اللينس بتاع البانشز المختلفه داخل الماشين. طيب من ضمن كذلك الاسباب البور ميكسنج، ما عملتش ميكسنج جيد للانجريدينتس المختلفه اللي انت مستخدمها في الفورمولا بتاعتك، ده هيعمل لك مشاكل كتير جدا، يؤدي الى ويت فاريشن وكونتنت فاريشن ومشاكل كتيره جدا. طيب البور ميكسنج ده ايه اسبابه؟ اسبابه ان انت مش موزع اللوبريكانت والجلايدنت كويس داخل الفورمولا بتاعتك. لو تفتكر اللوبريكانت والجلايدنت دول كان وظيفتهم ايه؟ ان هم يخلوا الباودرز بتاعتك ما تلزقش في الجدار بتاع الماشين، وبناء عليه لو انت مش حاطط اللوبريكانت بشكل كافي او مش موزعه بشكل كافي جوه الفورمولا بتاعتك، معنى ان كده ان في جزء من الباودر مش هيكون واصل له اللوبريكانت، فالجزء ده من الباودر هيكون لازق مثلا على جدران الماشين. وبناء عليه لما انت هتيجي تعمل ميكسنج للانجريدينتس بتاعتك داخل هذه الماشين، والله في جزء من الباودر لازق لي على الوول بتاع الماشين، ما بيخشش معايا في عمليه الميكسنج بشكل كويس. يبقى انت لو مش حاطط اللوبريكانت والجلايدنت بشكل جيد، او مش موزعهم بشكل كويس بحيث ان كل الفورمولا تكون واصل لها اللوبريكانت، فكل الفورمولا ما تلزقش في جدران الماشين، معنى كده ان انت وانت بتعمل ميكسنج بعض الباودرز مش هتبقى انفولفد معاك في عمليه الميكسنج. طيب تاني حاجه تسبب البول ميكسنج، ان انت راجل مستعجل عندك والله النهارده ماتش مش عارف ايه، فانت عايز تجري وتلحق الماتش، فبدل ما عمليه الميكسنج المفروض انها تاخد ساعتين، لا والنبي يا عم محمد انجزنا نص ساعه وقلب. البور او الريديوسد ميكسنج تايم ياثر في الاخر على كفاءه عمليه الميكسنج، ويؤدي الى ان الانجريدينتس بتاعتك ما تبقاش كلها ميكسد مع بعض بشكل كفء، وده طبعا يعمل لك مشاكل في الاخر في الكونتنت بتاع كل قرص وفي الوزن بتاع كل قرص. طيب من ضمن المشاكل الاخرى اللي ممكن تواجهها اثناء عمليه التصنيع هي البور فلو. طيب البور فلو ده ينتج بسبب ايه؟ البور فلو ممكن ينتج عندك نتيجه ان انت البارتكلز بتاعتك كانت السايز بتاعها طبعا مختلف، ان انت في عندك بعض البارتكلز انت سايبها تتحرك تحت تأثير الجاذبية فقط. يعني ايه؟ مثلا انت دلوقتي الهوبر ده انت سايب الباودر يتحط فيه وينزل من الهوبر الى المكان بتاع الباي تحت تأثير الجاذبية، انت مش بتستخدم زي فيدنج ارم. انت احيانا كده لما تيجي مثلا وانت جاي تعمل، ماما بتعمل الكحك او البسكوت في العيد، لو ماما مثلا لسه بتعمله في البيت، تلاقي ماما بتحط العجين بتاع البسكوت ده داخل ماشين كده وتفضل تلفها علشان البسكوت يطلع لك من الطرف بتاعها. ماما لما بتحط العجين لازم تضغط عليه بايديها علشان تعمل له فيدنج داخل قلب الماشين، تمام؟ ممكن ماما تحط العجين وتسيبه ينزل تحت تأثير الجاذبية، بس هتلاقي ان في جزء من العجين ما نزلش، فماما ساعتها لازم تضغط على العجين عشان يخش جوه المكنة ويطلع لك بشكل البسكوت في الآخر.
نفس الكونسبت ده احيانا بتحتاج انك تطبقه في تصنيع الاقراص، ان الباودر او الانجريدينس مختلفه اللي انت حطيتها داخل الهوبر انت ممكن تسيبها يحصل لها فلو وتنزل لقلب الماشين تحت تاثير الجاذبيه، لكن لو في عندك مشكله في الفلو او في البارتكل سايز بتاع الانجريدينس مختلفه، ممكن بعض الانجريدينس تلزق لك على جدار الماشين وما تنزلش لقلب الماشين. ساعتها تعمل ايه؟ لازم تستخدم فيدنج ماشين زي كده، ماما كانت بتزق العجين بايديها، تستخدم فيدنج ماشين يزق الباودر اللي تحت عشان يخلي الانجريدينتس المختلفه تنزل الى داخل قلب الماشين. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تسبب البوفلو هو الهوبر فايبريشن. الهوبر فايبريشن ده يعني ايه؟ انت الماشين بتاعتك لو ماشين في كده، عارف انت في البيت ما هو شغاله الغساله، تلاقي الغساله بتترج جامد، تمام؟ نفس الكونسبت ده ممكن يحصل في مكنه تصنيع الاقراص، لو مثلا المكنه بتاعتك مش متشحمه، مش متزيته، مكنه مش معمول لها صيانه، فالمكنه اثناء شغلها تبدا ان هي تترج. عمليه الرج دوت، تعالى انت مثلا هات برطمان بتاع دقيق وفضي المكونات بتاعته على سطح الايه؟ البنش. تلاقي ان في جزء من الدقيق لازق على الجدار، طب عشان تنزله تعمل ايه؟ تخبط على سطح الجدار. فالتخبيط او الفايبريشن او الاهتزاز في مكنه تصنيع الاقراص يخلي الفلو بتاع الانجريدينتس بتاعتك غير متساوي. انت والله في بعض الانجريدينتس بتاعتك كانت بيحصل لها فلو جيد تحت تاثير الجاذبيه، وفي حاجات تانية بيحصل لها فلو تحت تاثير الفايبريشن واهتزاز الماشين، فده بيسبب اختلاف في الريت اوف فلو بتاع الانجريدينتس المختلفه اللي عندك، يخلي اللارج بارتكلز يحصل لها فلو غير السمول بارتكلز، فيؤدي في الاخر الى الفاريشن في الفلو بتاع الانجريدينتس بتاعتك. طيب البو فلو دوت من الهوبر تو الداي كافيتي، البو فلو بتاع الانجريدينتس من القمع اللي هو الهوبر ده الى الداي كافيتي يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى انكمبليت فيلينج اوف الداي كافيتي. انت مش هيحصل يونيفورم فيلينج للداي كافيتي على مدار عمليه تصنيع الاقراص، وممكن ده في الاخر يؤدي لك الى 3 مشاكل، حاجه اسمها الارشنج، حاجه اسمها البريدجنج، حاجه اسمها الرات هولينج. ال3 مشاكل دول ممكن في الاخر يسدوا لك الماشين ويوقفوا عمليه الفلو بتاعه البارتكلز الى داخل الداي. تعالى كده نعرف كل واحده فيهم هو عباره عن ايه. ادي الصوره الاولانيه تمثل لك عمليه الارشنج، والصوره الثانيه البريدجنج، والصوره الثالثه هي الرات هولينج. سبب ال3 مشاكل دول ايه؟ ان الفلو بتاع البارتكل بتاعتك كان فلو غير جيد، فانت علشان تحل المشكله تلاقي كده في بعض المصانع عم احمد الفني يروح جايب زي شاكوش حديد ويفضل يرزع بيه على الجدران بتاعه الهوبر. بتعمل ايه يا عم احمد؟ يقول لك انا بساعد البارتكلز بتاعتي اللي لازقه على جدار الهوبر انها تنزل داخل قلب الماشين. العمليه دي طبعا ده شغل مانيوال، شغل يعني عك، المفروض يكون في عندك فيدنج ارم هو اللي بيخلي البارتكلز تنزل. شغل العك ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان البارتكلز الفلو بتاعها ممكن في الاخر يخلي البارتكلز تنزل من الهوبر، من على السطح العلوي للهوبر، لكن تنزل تسد لك القاع بتاعه الهوبر عن طريق ان البارتكلز الصغيره جدا اللي الفلو بتاعها سيء، اللي فيها بينها تماسك قوي جدا، تلزق في بعضها فتكون لك زي سد للهوبر بتاعك، فتلاقي الهوبر بتاعك اتسد بالشكل ده. السدد الاول يكون بشكل بسيط اللي هو اسمه الارشنج، شايف السدد فوق اهو وسايب لك الجزء اللي تحت ده المفروض ان البودر ينزل منه، لا ده البودر كلكع في بعضه فسد لك الهوبر. طيب لو انت بقى العمليه سايت اكتر، يروح البودر نازل اكتر ولازق في بعضه اكتر وسدد لك التب بتاعت الهوبر من تحت. طيب لو انت العمليه سايت اكتر ممكن يحصل عندك عمليه رات هولينج. الرات هولينج من اسمها كده عامله زي ايه؟ النفق اللي عامله الرات اللي هو الفار، يعني تحس ان المكنه الهوبر بتاعك البارتكلز متجمعه على يمين وشمال الهوبر وسايبه بس مسافه في النص. هتقول يا دكتور ما الفلو كويس اهو والطريق مفتوح، اقول لك بس خلي بالك كل اللي متركز على اليمين وعلى الشمال ده جزء من الفورمولا بتاعتك المفروض كان ينزل داخل قلب الماشين ويملى الضاي، معنى ان هو متركز على اليمين وعلى الشمال ان الانجريدينتس اللي بتنزل وتملى الضاي الكونتنت بتاعها
ناقصه حاجه او نون يونيفورم فيلنج للداي، وده في الاخر يعمل لك مشاكل كتير في القرص، يعمل لك ويت فاريشن وكونتنت فاريشن. ادي صوره واقعيه اهي توضح لك ان الباودر بتاعك لزق على جدار الهوبر وسد الجزء الكبير منه، وساب بس يا دوب زي ممر صغير يمر منه جزء من الباودر الى قلب الماشين. دي كده كل المشاكل اللي ممكن تواجهك في الكوتنج بتاعت القراص. فكر معايا كده، ليه ممكن احتاج اعمل كوتنج للقرص؟ يعني انا مصنع القرص بشكل عادي، القرص الابيض الجميل البلدي بتاعنا ده، ليه احتاج ان انا اعمل كوتنج للقرص؟ برايك ايه الادفانتج اللي هيقدمها لي عمليه الكوتنج؟ ها اسرح كده بخيالك وقول لي الكوتنج ده هيقدم لي ايه؟ لو القرص طعمه وحش فانا هحتاج اعمل كوتنج. تمام مهريل، انت غيرت معادك ولا ايه يا مهريل؟ طيب بالظبط، ان انا احميه من الاسيد بتاعه المعده، احصل على ديليد افكت. برافو دكتور يوسف. ايه تاني؟ ممكن عشان المواد اللي فيها ما تتفاعلش، يعني لو انت قصدك ما تتاثرش بالحمض بتاع المعده، اوكي الطعم مقبول والتاثير كويس. ها ايه تاني؟ ها تعالوا نفكر كده او نجمع كل اللي انتوا قلتوه. حاجه ان انا اعمل بروتكشن للاقراص بتاعتي من الاتموسفيريك كونديشنز المختلفه. لو انت عندك قرص بيتكسر بالحراره او بالضوء، والله انا ممكن اعمل له كوت يمنع وصول الضوء الى داخله. طيب والله عندك قرص بيتكسر لما يتعرض للرطوبه، يبقى الكوت اعمله امنع الرطوبه انها توصل لداخل القرص. يبقى اول حاجه ان انا اعمل بروتكشن للدراج من الاتموسفيريك كونديشن، سواء كانت اير او موستشر او لايت. تاني حاجه ان انا اعمل ماسكينج للانبليزنت تيست او اودر، اغطي على الطعم او اللون او الشكل السيء. تالت حاجه اسهل عمليه البلع بتاع القرص. انت هات كده وانت في البيت، ممكن تلاقي طبعا عندك قرص ريفو وعندك قرص كتافلام. قرص الريفو القرص الابيض البلدي العادي اللي مش معمول له اي كوتنج، تحس ان الحواف بتاعته شارب، تحس ان الحواف بتاعته حاده. وقرص الكتافلام تحس ان القرص ايه، سوري كده في اللفظ، متقلوص من كل النواحي، بيضاوي كده، ملفوف لفه حلوه كده من كل النواحي، مفيش فيه شارب ايدجز. مين فيهم اللي تبلعه بسهوله؟ القرص النواحي كلها بتاعته ملفوفه ودائريه، ولا القرص اللي الحواف بتاعته شارب وحاده؟ مين اللي تبلعه بسهوله؟ اكيد القرص البيضاوي، قرص الكتافلام، هتلاقي البلع بالنسبه لك اسهل. فانت عمليه الكوتنج بتتفادى الشارب ايدجز بتاعه القرص وتخلي عمليه البلع بتاعته اسهل. رابع حاجه ممكن تخليني اعمل الكوتنج ان انا احسن من الابيرنس. احنا قلنا ان ممكن الانجريدينتس المختلفه بتاعتك يكون الماده الفعاله لونها اخضر، الاديتيفز واحد لونه اسود الثاني لونه ازرق، فيبقى عندك قرص كرهات بتدي للبيشنت، ده مش مقبول. طب اتفادى كل العك ده ازاي؟ ان انا اعمل كوتنج يغطي على الشكل السيء بتاع الخلطه اللي جوه. طيب كذلك اقلل الريسك اوف انتر اكشن ما بين الانكومباتبل كومبوننتس. يعني ايه؟ هناخد كمان شويه ان انا ممكن الكوتنج ده يسمح لي ان انا اعزل الانجريدينتس المختلفه اللي جوه القرص. يعني مثلا انت عايز تعمل قرص يحتوي على اثنين ماده فعاله، والاثنين ماده فعاله دول بيتفاعلوا مع بعض، اعمل ايه؟ اعمل قرص يحتوي على الماده الفعاله الاولانيه عليها كوت منفصل، والماده الفعاله الثانيه عليها كوت منفصل، وكل ده اعمل له انا كوت خارجي. انت عملت للبيشنت قرص محتوي على اثنين ماده فعاله، كل واحده فيهم معزوله عن الثاني جوه القرص. يبقى انا اقدر بالكوتنج ان انا اقلل عمليه الانتر اكشن ما بين الانجريدينتس. كذلك الكوتنج بيحسن الميكانيكال انتجريتي بتاعت القرص. يعني ايه؟ يحسن من تماسك القرص. انت القرص البلدي الابيض العادي ده مش متغطي بحاجه من بره، فممكن يتكسر بسهوله، يتفتت بسهوله، والبيشنت شايل الشريط في جيبه. اما لما تعمل كود، الكود ده بيبقى عامل زي السلوفان كده اللي مغطي المحتويات كلها، وبناء عليه قافل لك الانجريدينز كلها وخلي القرص متماسك مع بعضه. طيب كذلك ممكن عن طريق الكوتنج ان انا
اعدل فيه الريليز ريت بتاع الدراج بتاعي، زي مثلا ان انا احصل على سستيند ريليز، الكود بتاعي ده ما بيتفتتش كل مره واحده، وبناء عليه القرص بتاعي مش هيتفتت مره واحده، وبناء عليه احصل على ديليد اكشن او احصل على سستيند ريليز، او ممكن احمي القرص بتاعي من التكسير في المعده، زي ما بعضكم قال انا عايز القرص بتاعي يتفتت في الانتستين، انما في الاستومك يفضل زي ما هو، لان الماده بتاعتي لو اتعرضت لاسيد الكونديشن هتتكسر. هعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا احط كوت على سطح القرص من بره. يبقى دي الاسباب اللي ممكن تخليني افكر في عمليه الكوتنج. طيب انواع الكوتنج ايه؟ الكوتنج فيه منه 4 انواع، يا اما اعمل شوجر كوتنج، يا اما اعمل فيلم كوتنج، يا اما اعمل كومبريشن كوتنج، يا اما اعمل جيلاتين كوتنج. تعال نتعرف على كل واحده فيهم. اول نوع هو الشوجر كوتنج، الابسط نوع تماما، ابسط نوع في الكونسبت وليس في التكنيك. في التكنيك بتاعه هو هنعرف كمان شويه ان هو اكتر حاجه مجهده وبتحتاج خطوات كتيره، لكن اللي اقصده ان المبدا بتاعه سهل، طبقه سكر هتغطي القرص وخلاص. طيب ده اكتر نوع معتاد او مشهور من انواع الكوتينج، حط طبقه او محلول من السكر على سطح القرص وخلاص، وزي ما انت شايف قدامك كده ادي قرص اهو، بص من جوه لونه عامل ازاي، تحس انك مدي للبيشنت علف بتاع حلاوه المولد، تمام، ابيض فاصفر حاجه كده ما اعلم بيه الا ربنا. البيشنت طبعا مستحيل هياخد القرص بالشكل ده. نعمل ده ازاي؟ نحط طبقه من السكر على سطح القرص من بره تغطي كل العك دوت، احصل منه على ان انا اتفادى الباد ابيرنس واحسن كذلك من الطعم بتاع القرص. الشوجر كوتنج هو ده اخره، ان هو بس يحسن المظهر ويحسن اللون والطعم بتاع القرص، انما لا هيديك سستيند ريليز ولا هيعمل لك فصل ما بين الانجريدينتس المختلفه لو كانت انكومباتبل مع بعض، مش هيعمل كل الكلام ده. طيب الشوجر كوتنج ده ايه عيوبه؟ خلاص ويحسن لي الطعم. ايه عيوب بقى شوجر كوتينج؟ اول حاجه ان العمليه بتاعت شوجر كوتينج دي عمليه خطواتها كتير، بتاخد وقت كتير، واي بروسيس الخطوات بتاعتها كتير بيكون معدل الخطا فيها عالي. يعني انا مثلا بقول لك اعمل عمليه، اعمل كوتينج، هتقول لي والله في انواع من الكوت، انا بس بعمل سبراي لسوليوشن على سطح القرص خطوه واحده، والله ده هيكون معدل الايرور فيه قليل. انما لا، انا بقى في كوتنج تاني، انا الاول هجهز القرص الطبقه الاولانيه، وبعد كده ارش عليه المحلول، وبعد كده انشفه، وبعد كده اعمل بولشنج. الخطوات الكتيره في اي بروسيس معناها معدل ايرور عالي. فالشوجر كوتنج خطواته كتير، فبيكون تايم كونسيومنج وبيكون عمليه مجهده والايرور فيها عالي. طيب تاني حاجه، ان قرص عليه سكر مين من المرضى ما ينفعش ياخده؟ ها؟ مين مريض ما اقدرش اديله قرص عليه شوجر كوتنج؟ اكيد الدايبيتك بيشنت، يبقى الشوجر كوتنج غير مناسب للبيشنت اللي عنده دايبيتس. طيب تالت حاجه، الشوجر كوتنج ده عمليه شوجر كوتنج بتسبب زياده كبيره في السايز وفي الويت بتاع القرص، وبناء عليه القرص لما حجمه يزيد هيسبب لي ايه؟ ايه المشاكل اللي هتنتج عندي لما حجم القرص يزيد؟ القرص اللي حجم بالظبط البلع، عندي صعوبه في البلع، يبقى الشوجر كوتنج بيعمل لي او الديس ادفانتج بتاعته 3 حاجات: تايم كونسيومنج، الاخطاء فيه كتير، نوت سوتابل للدايبيتك بيشنت، وكذلك بيسبب زياده في الوزن والحجم بتاع القرص، وبالتالي بيعمل لي مشكله في او صعوبه في البلع. طيب عمليه الشوجر كوتنج بقى بتتكون من كام خطوه؟ حضرتك يا دكتور عمال تقول لنا ده خطواته كتير، ايه الخطوات يعني بتاعت الشوجر كوتنج؟ في عندك 6 خطوات للشوجر كوتنج. اول خطوه حاجه اسمها السيل تابلت كور، تاني حاجه الصف كوتنج، ثالث حاجه سموسنج، رابع حاجه كالرنج، خامس حاجه بولشنج، وسادس حاجه برينتنج. تعال نتعرف على الخطوات دي مع بعض ونعرف ايه اللي بيحصل في كل خطوه منهم. اول خطوه خطوه السيلينج. خطوه السيلينج دي ببساطه هي عباره عن ايه؟ ان انت عارف كده لما تروح تشتري جبنه بيضه من مثلا هايبر ماركت، فالراجل يحطها لك في الطبق وبعد كده يروح لاففها لك بالاسترتش فيلم دوت، او خطوه السيلينج هي نفس الخطوه دي بالظبط. انت بتحط طبقه
من الووتر بروف بوليمر، كأنك بتحط طبقة من الاستريتش بتاع الجبنة البيضة ده حوالين القرص بتاعك. خلي بالك انت الكوتنج هنا ايه، انت صنعت القرص بتاعك خلاص، القرص الابيض البلدي بتاعك ده خلاص اتصنع داخل مكنة تصنيع الاقراص، خلصنا من النقطة دي. انت عايز بقى تغلف القرص ده بشوجر كوت. طيب الشوجر كوت ده يعني ايه؟ يعني محلول سكر هترشه على سطح القرص. انت بتقول محلول يا دكتور، يعني احط حاجة فيها مية على سطح القرص اللي انا صنعته؟ الحاجة اللي فيها المية دي لما، او المية ديت لما توصل لسطح القرص اللي انا صنعته هتعمل ايه؟ دي ممكن تدوب المادة الفعالة، ممكن تخلي القرص يبوش او يفرول، تعمل لي مشاكل كتيرة. يبقى انا قبل لما احط طبقة الشوجر كوت لازم اول حاجة ان انا اعمل ايه؟ اعزل القرص بتاعي من المحلول اللي انا هرشه على سطحه. بعد كده اعزله ازاي؟ عن طريق ان انا احط عليه زي الاستريتش فيلم بتاع الجبنه البيضه كده، استخدم بقى حاجه خاصه بالصيادله، حاجه اسمها ووتر بروف بوليمر، يلف لك القرص بتاعك كده. ليه لازم اعمل الخطوه دي؟ عشان اول حاجه احمي القرص بتاعي من الميه اللي هتكون موجوده في الشوجر سوليوشن اللي انا هستخدمه في عمليه الشوجر كوتينج، وامنع وصول اي رطوبه للقرص بتاعي، ولان الرطوبه لو وصلت للقرص بتاعك معنى كده ان ممكن تسبب تفتيت للقرص او تكسير للماده الفعاله. يبقى دي اول خطوه اللي هي خطوه السيلينج. طيب خلصت السيلينج وخلاص كده حطيت طبقه من الاستريتش فيلم ده على سطح القرص، هعمل ايه بعد كده؟ هعمل الساب كوتينج. يعني ايه الساب كوتينج؟ اولا الساب كوتينج ده هو الخطوة اللي بتسبب زيادة كبيرة في حجم القرص أثناء عملية الشوجر كوتينج. لك أن تتخيل أن الخطوة دي بتكون السبب في زيادة وزن القرص تقريبا من 50% إلى 100% نتيجة هذه الخطوة اللي هي خطوة الصب كوتينج. طيب الصب كوتينج ديت بيتم فيها إيه؟ إن أنت بتحط زي محلول من السكر، هو ده بقى الخطوه اللي بيتحط فيها الشوجر كوت على سطح القرص بتاعك، عن طريق السبريينج بتاع الشوجر سوليوشن على سطح القرص بتاعك، ودي الخطوه اللي بتسبب زياده كبيره في حجم القرص بتاعك. طيب ثالث خطوه، خطوه السموسنج. انت دلوقتي خلاص عملت، حطيت الشوجر سوليوشن على سطح القرص بتاعك، الشوجر سوليوشن ده لما رشيته على سطح القرص هل اتوزع بشكل متناسب على سطح القرص من بره؟ لا، ده في والله جزء اخد الشوجر سوليوشن ده كان متركز عليه، وفي جزء تاني ما كانش الشوجر سوليوشن وصل له بشكل كويس، فهتلاقي كده ان سطح القرص مش هوموجينس، الشكل بتاعه مش متجانس. طيب هعمل ايه؟ هروح جاي عامل خطوه اسمها السموسنج، الخطوه اللي بعديها. ايه هي السموسنج؟ ان انا ببساطه كده بعمل تغطيه او معالجه للامبرفكشنز اللي موجوده في سطح التابلت اللي حصلت اثناء او نتيجه عمليه الساب كوتنج. يبقى انت عشان تعمل شوجر كوتنج اول حاجه بغلف القرص بتاعي بالبوليمر الووتر بروف الغير منفذ للميه عشان احمي القرص بتاعي من جوه. تاني حاجه هروح جاي عامل الساب كوتنج، هرش الشوجر سوليوشن بتاعي اللي هيعمل لي الشوجر كوتنج الاساسي، وهي دي الخطوه اللي بيتم فيها زياده حجم القرص بشكل كبير. طيب الخطوه دي ساعات بيبقى فيها امبرفكشنز تؤدي الى ان سطح القرص ما بقاش متجانس. طب اعمل ايه؟ اعمل خطوه السموسنج عشان اتفادى المشاكل او الامبرفكشنز اللي في سطح القرص نتيجه عمليه الساب كوتنج. طيب خلصت الخطوه دي، هعمل ايه بعد كده؟ هعمل عملية الكالر كودينج، هضيف بقى لون علشان ألون المحلول، أو سوري ألون القرص بتاعي. طيب الكود الكالر كودينج ده بلون القرص باستخدام إيه؟ استخدام صبغة. أنواع الصبغات اللي ممكن نستخدمها في الكالر كودينج هي نوعين، يا إما صبغة أو ووتر سوليبل، حاجة بتدوب في المية، يا إما ووتر انسوليبل. اللي بتدوب في المية الووتر سوليبل بسميها الداي، واللي ما بتدوبش في الميه بسميها البيجمنتس. طيب في رايك مين افضل في الاستخدام، الووتر سوليبل باي ولا الووتر ان سوليبل بيجمنتس؟
تعالى كده اما نعرف الفرق ما بين كل واحده فيهم، ومنها انت هتوصل في الاخر لقرارك وتعرف مين فيهم الافضل بالنسبه لك. الووتر سوليبل داي، الصبغات او الالوان اللي هي بتدوب في الميه، مشكلتها ان انت عشان تحصل على درجه اللون اللي انت عايزها فانت محتاج انك تعمل ابلاينج للسوليوشن بتاعها مرات كتير، ممكن يوصل ل 30 الى 50 مره. زي مثلا انت ان شاء الله كده ربنا يكرمك وهتيجي تتجوز، فانت عايز تعمل الدهان بتاع الشقه بتاعتك، تروح لخطيبتك يا مادموازيل اختاري اللون يا حبيبتي اللي تحبيه، هتروح جايبه لك كده منديل فيه لون اول مره تشوفه في حياتك، وتقول لك لو سمحت انا عايزه الحيطه تكون باللون ده. طبعا انت هتروح لعم محمد النقاش توري له المنديل ده، عم محمد ايه يعني ممكن يعني يقول لك كلام جارح ساعتها، ايه يا ابن الالوان دي واسمه ايه اللون ده، هي إيه خطيبتك كفش عايزه اللون ده اللي إيه اول مره نشوفه في حياتنا. طيب عم محمد عشان يظبط اللون يدي الحيطه وش اولاني، خطيبتك تيجي تشوف تقول لك لا مش عاجبني، طب طبقه تانيه لا مش عاجبني، طب طبقه ثالثه. عم محمد عشان يظبط اللون محتاج ان هو يدي الحيطه بتسميها ايه بالبلدي وش بياض كده كتير عشان يظبط اللون. نفس القصه دي في الاقراص، لما انت تستخدم ووتر سوليبل داي علشان تظبط الكلر والدرجه بتاعته محتاج الى انك تعمل ابلاينج للكلر سوليوشن مرات كتيره، ممكن توصل ل 30 او 50 مره عشان تظبط اللون. خلي بالك 30 ل 50 مره ابلكيشن للكلر سوليوشن يعني خطوات كتير، وزي ما قلنا من شويه الخطوات الكتير بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها ايرور كتير، وبناء عليه ممكن اول تشغيله اللون يطلع عندك بدرجه معينه، وتاني تشغيله يطلع عندك اللون التنج بتاعه مختلف. ليه؟ لان الخطوات كتير فممكن يؤدي الى ايرور واختلاف في درجه اللون بشكل كبير. طيب على العكس بقى الووتر انسوليبل داي اللي بنسميها البيجمنتس، لا والله ده انا مش بحتاج ان انا اعمل لها ابلكيشن مرات كتيره، ده هي بعمل لها ابلكيشن مره واحده اللون يظبط على طول، وبناء عليه الفاريشن في اللون ما بين تشغيله وتشغيله بيكون قليل جدا. طيب من ضمن الفروقات برضه ما بين الووتر سوليبل داي والووتر انسوليبل بيجمنتس، بتاعك يكون لون غير متجانس بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الداي مايجريشن، ان مثلا وانت بتصنع بتعمل ابلاينج للهيت في اي خطوه من خطوات التصنيع، المحلول المسؤول عن اللون لما يتعرض للحراره يحصل حاجه اسمها داي مايجريشن، فيؤدي الى ان توزيع الصبغه في القرص بتاعك يكون غير متجانس، فالقرص بتاعك يكون في جزء الصبغه اللون فيه تقيل ولون ومنطقه تانيه اللون فيها مش مركز. اما الووتر انسوربل بيجمنتس ما بيحصلش فيها عمليه الكلر مايجريشن، وبناء عليه اللون بيكون متجانس في القرص بتاعك. خطوه او عمليه الكلرنج باستخدام الووتر سوليبل داي بتكون خطوه او بروسيس زي ما قلنا بتحتاج من 30 ل 50 مره ابلكيشن للكلرنج سوليوشن، وبناء عليه بتكون تايم كونسيومنج، محتاجه اوبريتور عنده هاي سكيلز عشان يعرف يظبط اللون. اما الووتر انسوليبل داي انا بحتاج ان انا اعمل ابلاينج للون مره واحده فقط، فبتكون تايم سيفنج ومش محتاجه نفس الهاي سكيلز اللي انا بحتاجها في الووتر سوليبل دايز. طيب خلصت انا كده عمليه الكالر، هبدا بعد كده بتلمع الشوز بتاعك، تحط طبقه الورنيش وبس، ولا لازم تعمل حاجه تانية بعد ما تحط الورنيش؟ لا لازم تعمل حاجه تانية، انك بتجيب زي قماشه كده او فرشه وتعمل بوليشنج للشوز بتاعك. بالظبط يا دكتوره ندى، الووتر انسوليبل هي الافضل يا دكتوره ندى، الووتر انسوليبل بيجمنتس هي الافضل من الووتر سوليبل داي، لان احنا قارنا بينهم اهو وسبتك انت تحكمي يعني. طيب البوليشنج هو عباره عن ايه؟ ان انت بتخلي بقى تلمع القرص بتاعك عشان تظهر اللون اكتر. طيب بتعمل عمليه البوليشنج دي ليه؟ علشان تزود الابيرنس او الشايني ابيرنس بتاع القرص بتاعك. طيب بتعمل البوليشنج ده ازاي؟ ان انت بتجيب حاجه زي الورنيش كده بتاعنا، لكن طبعا حاجه هيلسي، بتجيب نوع من انواع الواكس، حاجه كده شبه البازلين او البارافين، وتحطه على سطح القرص عشان يدي لمعه للقرص بتاعك ويزود القبول بتاعه. اخر خطوه
هي خطوة البرينتينج، اللي انت بقى والله عايز تحط اللوجو بتاع الشركة على سطح القرص من بره، او تعمل مثلا حرف، انت بتعمل ده في اخر خطوة اللي هي خطوة البرينتينج. زي مثلا انت لما تروح تشتري الحلويات اللي اسمها ام ان امز، الام ان امز دي اشهر اكزامبل للشوجر كوتنج بتاع الاقراص. طبقة الشوكولاتة موجودة جوه زي القرص بتاعك، وعليها من بره طبقة سكر، الطبقة دي متضاف ليها لون وبتلمع، ومحطوط عليها من بره حرف الام اللي هو يرمز للعلامة التجارية. يبقى انت عملية الكوتنج اللي هي الشوجر كوتنج بتكون خطواتها، اول حاجة السيلينج زي ما قلنا بنحط ووتر بروف بوليمر، تاني حاجة الساب كوتنج دي اللي برش فيها الشوجر سوليوشن، ودي اللي بتسبب زيادة كبيرة في حجم القرص، تالت حاجة السموزنج عشان اغطي الامبرفكشنز اللي حصلت نتيجة الساب كوتنج، رابع حاجة الكالرنج ان انا بضيف اللون، وده يا اما ووتر سوليبل داي يا اما ووتر انسوليبل بيجمنتس، بعد كده اعمل بوليشنج بحط زي طبقة برافين عشان تديني لمعة على سطح القرص، واخر حاجة بعمل البرينتنج ان انا احط اللوجو بتاع الشركة. زي ما انت شايف كده خطوات كتيرة، الخطوات الكتيرة دي بتسبب معدل كبير للخطأ، بتسبب تايم كونسامشن عالي، وكذلك بتسبب زيادة كبيرة في حجم القرص نتيجة خطوة الساب كوتينج. طيب تاني نوع من ان كوتينج هو الفيلم كوتينج. فيلم كوتينج هنا انا بستخدم ماتيريال بتحط تعمل لي طبقة على سطح القرص، مش زي اللي كان بيحصل في الشوجر كوتينج. الشوجر كوتينج انا كنت برش محلول سكر، انما الفيلم كوتينج لا، انا هنا هستخدم ماده معينه بتغلف لي سطح القرص، ودي بروسيس بتكون سنجل ستيب بروسيس، وطالما سنجل ستيب بروسيس هتبقى تايم سيفنج، وهتبقى الاكيورسي بتاعتها عاليه. بتتم ازاي الفيلم كوتينج دي؟ ان انت بتعمل سبراينج لسين فيلم اوف الكوتينج سوليوشن على سطح القرص. طيب الكوتينج سوليوشن ده يا دكتور مكوناته ايه؟ هل مكوناته سكر زي النوع اللي فات؟ لا، مكوناته عبارة عن أربع حاجات. أول حاجة بوليمر اللي هو المادة المكونة للفيلم اللي بتكون القوام بتاع الفيلم كوت. تاني حاجة سولفنت عشان يذوب لي البوليمر دوت. البوليمر ده بيكون حاجة سوليد، أنا مش هرش حاجة سوليد على سطح القرص، أنا لازم الأول أحولها لمحلول عشان أعرف أرشها على سطح القرص، يبقى أنا لازم أدوب السولفنت. تالت حاجة بلاستيسايزر. يعني إيه بلاستيسايزر؟ بلاستيسايزر ده حاجه كده بتحسن الالاستيستي والمطاطيه بتاعه البوليمر. البوليمر ده تخليه مطاط اكتر، وكل لما البوليمر يكون مطاط اكتر كل لما هيفرش على سطح القرص بالبلدي كده بشكل اكثر كفاءه، ويغطي لك القرص بشكل اكثر فاعليه. طيب رابع حاجه انا عايز اضيف لون، يبقى هستخدم كالرنج ايجنت. يبقى الفيلم كودينج انت بتعمل محلول من الانجريدينتس المختلفه دي، البوليمر اللي هو المكون الاساسي للفيلم كوت، وبلاستيسايزر اللي بيزود المطاطيه بتاعه البوليمر، واللون اللي هيضيف لون لسطح القرص، والسولفنت اللي هتدوب فيه كل المكونات دي وتحولها لسوليوشن عشان تقدر ترشه على سطح القرص بتاعك. طيب ايه هي الادفانتج بتاعه الفيلم كوتنج؟ فكر كده مقارنه باللي احنا قلناه في الشوجر كوت، تبقى ايه هي الادفانتج بتاعه الفيلم كوتنج؟ رأيي ازاي اقسمه يا مهريل؟ عيب عليكي، اقدر اقسم الفيلم كوتنج ازاي؟ اه برافو عليك يا دكتوره ضحى، هي تايم سيفنج، احنا بنتكلم في خطوه واحده. تمام يا ندى، مفيش زياده في حجم القرص. احنا لو تفتكر الشوجر كوتنج كنت بحط محلول سكر كان بيسبب زياده كبيره في حجم القرص، انما هنا انا مش هحط محلول سكر ولا حاجه، وكمان دي خطوه واحده، يبقى ما سببش زياده في حجم القرص. ايه كمان؟ ها خلي بالك انا بقول لك ان انا هحط طبقه من البوليمر على سطح القرص، كانك حاطط استريتش فيلم على سطح القرص. الاستريتش فيلم ده هيكون صعب انك تجرحه، اما الشوجر كوت سهل ان انت يحصل فيه عمليه تجريح. تعالى كده لما بالظبط يا دكتوره مهريل، ينفع ليه مرضى السكر؟ تعالى نجمع الادفانتج اللي انتوا قلتوها. اول حاجه بتسبب مينيمال او انكريز بسيط في حجم القرص، تقريبا من 2 ل 3% فقط زياده في حجم القرص،
اما الشوجر كوت لو تفتكر كان بيسبب من 50% ل 100% زياده في حجم القرص، طبعا فرق كبير. تاني حاجه ان البروسيس تايم قليل، انت بتتكلم في سنجل ستيب بروسيس، انما الشوجر كوت كان تقريبا 6 خطوات. ثالث حاجه بما ان الخطوات قليله يبقى معدل الخطا قليل، يبقى كفاءه الكوتنج بتكون عاليه ومتكرره من تشغيله لتشغيله، يعني بزود البروسيس افشنسي. بيكون معدل حدوثه بطيء جدا او قليل جدا، اما في الشوجر كود بيكون سهل جدا ان الكود ده يتخربش او يتكحد. طيب هل معنى كده ان الفيلم كوتنج ده هو البريمو ونستخدمه دايما؟ لا، للاسف الفيلم كوتنج ده ليه بعض العيوب. ايه هي عيوب الفيلم كوتنج؟ خلي بالك البوليمر اللي انت بتستخدمه في الفيلم كوتنج ده عشان يدوب فانت بتستخدم سولفنت، غالبا ان ما كانش في كل الاحوال البوليمر ما بيدوبش غير في اورجانيك سولفنت. يعني ايه اورجانيك سولفنت؟ يعني ايثانول، يعني اسيتون، الحاجات دي، يعني بنزين. الحاجات دي مشكلتها ايه؟ ايه مشكله الايثانول والاسيتون والبنزين؟ اول مشكله ليها فلمبيلتي هازارد، الحاجات دي قابله للاشتعال، فطبعا دي تعمل لك مشاكل في اثناء التصنيع. لو انت الماشين بتاعتك بيتولد فيها حراره فممكن الحاجات دي تشتعل بسهوله جدا، فاول حاجه في الابيلتي هازارد. تاني حاجه التوكسيستي هازارد، بعض المواد دي بتكون مواد قد يكون ليها درجه من درجات السميه، مثلا طبعا احنا مش هنستخدم جاز في الراس، لكن الجاز يعتبر نوع من انواع الاورجانيك سولفنت زيه زي البنزين وزيه زي الايثانول، فبعض الحاجات دي ممكن يكون ليها توكسيستي هازارد. ثالث حاجه بتسبب انفايرومنتال بوليوشن، التطاير بتاعها عالي، والتطاير دوت هيسبب تلوث للهواء، فممكن يعمل لي لو انت استخدمت مثلا كميات كبيره من حاجه فيري فولاتايل ممكن تتطاير بشكل كبير تنتشر في الجو ويعمل لك اختناق مثلا عند بعض العمال لو انت مش عامل سيستم جيد للتهويه داخل المصنع. رابع حاجه واهم حاجه بوليمر او الفيلم كوتنج بيكون غالي. خلي بالك كل المشاكل اللي انا قلتها دي سببها ايه؟ سببها السولفنت اللي انت بتستخدمه. يبقى الديس ادفانتج بتاعت الفيلم كوتنج بترجع ايه؟ الاورجانيك سولفنت اللي انت مستخدمه اللي ممكن يكون سهل الاشتعال، ليه توكسيستي هازارد، يسبب انفيرمنتال بوليوشن، وكذلك بيكون السعر بتاعه غالي. طيب فيلم كوتنج ده بقى بنعمله ازاي؟ حضرتك يا دكتور قلت لنا خطوه واحده وبجيب محلول وارشه على سطح القرص، طب الكلام ده بجيبه ازاي؟ بدي العم محمد الفني خرطوم واقول له امشي كده يا عم الحاج، ايه يعني رش لنا على سطح القرص وانت فرش على الارض؟ لا طبعا، بيتم عمليه الفيلم كوتنج باستخدام الماشين دي اللي انا كلمتكم عنها المحاضره اللي فاتت، اللي هي البان، البي اي ان دي، اللي بيتم فيها خطوه الكوتنج. ولو تفتكروا لو كنا بنتكلم في مشاكل الاقراص وقلنا مشكله التويننج او التوأمه بتحصل اثناء خطوه الكوتنج، هي دي الماشين اللي اسمها البان اللي بيتم فيها الفيلم كوتنج. ببساطه كده الاقراص بتبقى موجوده داخل قلب الماشين، الماشين اللي هي زي الغساله كده، ما انا قلت لك اهي ادي شكلها من بره، تحس ان هي زي القلب الحله بتاعت الغساله كده، بيتحط جواها الاقراص، والانبوبه الستانلس دي هي اللي بيخرج منها حاجتين، بيخرج منها السبراي او المحلول اللي بيترش عشان يغطي الاقراص، وكذلك بيخرج منها هوت اير فلو علشان ينشف المحلول ده على سطح الاقراص. ده شكل من قلب الماشين دي من الداخل، ادي الاقراص بتاعتك محطوطه داخل الماشين، والسلندر دي عماله تلف عشان تقلب الاقراص، وزي ما انت شايف كده السهم الابيض ده مشاور على حاجه كده عماله ترش ترش سبراي، هي دي اللي بيطلع منها البوليمر سوليوشن ينزل على سطح الاقراص، وفي نفس الوقت يبقى في عندك زي منفذ تاني او فتحه تانيه بتطلع تيار هواء ساخن عشان ينشف طبقه البوليمر سوليوشن ده على سطح القرص بتاعك، وفي الاخر يطلع عندك الاقراص بتاعتك بعد ما تعمل لها عمليه. في طيب قليل. طيب
الستيبس بتاعت الفيلم كوتنج هي ايه؟ هما طبعا بيقلب الاقراص يا دكتور يوسف، ما انا قلت لك ان الاقراص محطوطه داخل اصلا حله الغساله دي، حله الغساله دي بتلف، فطول ما هي بتلف الاقراص عماله تتقلب. طيب لو عايزين كده نقول الخطوات ايه بتاعت الفيلم كوتنج، اول حاجه الاتومايزيشن. اتومايزيشن اللي هو ايه؟ السبراينج بتاع الكوت ليكويد على سطح القرص. تاني حاجه الكونتينوس ميكسنج، ان الاقراص عماله تتقلب داخل الماشين عشان المحلول يتوزع عليها كلها. ثالث حاجه ان بيحصل عمليه هيت دراينج للمحلول على سطح الاقراص عشان يلزق على سطح الاقراص. طيب بعد ما خلصت بتبدا تعمل عمليه ريموفنج للدست او السولفنت اللي موجود لسه داخل الماشين، عشان لو في اي فترات من الكوتنج سوليوشن ما نزلتش وما مسكتش على سطح اي قرص وبقت بس موجوده كده داخل الماشين، تبدا ان انت تخرجها من الماشين عشان يبقى عندك فقط الاقراص بتاعتك. طيب المواد اللي بنستخدمها في الفيلم كوتنج قلنا هم اربع مواد: البوليمر، بلاستيسايزر، والسولفنت، والكالرنج سوليوشن. طيب البوليمر اللي انت هتستخدمه اللي هو كون البوليمر بتاعك دوت يكون بيدوب في انواع كتيره من الاورجانيك سولفنت. ليه؟ لان انت ممكن مثلا تلاقي ان الايثانول دلوقتي سعره غالي جدا نتيجه الكورونا، وان كلنا بنستخدم الهاند جيل، فلتر الايثانول سعره غالي، فلو انت مختار بوليمر بيدوب في ايثانول فقط معنى كده ان انت هتزود ثمن المنتج بتاعك. طيب لكن لما استخدم بوليمر بيدوب في ايثانول او بيدوب في اسيتون او بيدوب في بنزين، معنى كده ان لو اي واحد من المذيبات ديت سعره غالي او نقص السوق ممكن استخدم مذيب اخر. تاني حاجه اختار بوليمر هاي ريزيستنس تو كراكنج. يعني ايه كراكنج؟ معناها ان البوليمر بتاعك بيشقق بسهوله. البوليمر بتاعك لو بيشقق بسهوله معنى كده ان بعد ما يلزق على سطح القرص ويكون الكوت، ممكن لما يتعرض لاي دراي كونديشنز او اي حراره بسيطه في يوم حر ممكن يشقق، وده طبعا يعمل لك ديفورميشن لشكل القرص. فالافضل انك تستخدم بوليمر تكون الالاستيستي بتاعته عاليه، المطاطيه بتاعته عاليه، ما بينشفش بسهوله عشان يفضل محافظ على الفيلم كوت حوالين سطح القرص. طيب ثالث حاجه لازم يكون اصلا بيفرش بالبلدي كده بسهوله، بيغطي سطح القرص بالكامل. في مواد كده بيقول السبريدابيلتي بتاعتها عاليه. يعني ايه؟ تعال انت مثلا هات نقطه من مثلا العسل وحطها على سطح البنش، هتلاقي العسل نزل وعمل دروب لازقه في بعضها كده متكتله في مكانها، وهد لازم تختار بوليمر بيكون الكوتنج ابيليتي او الانتشار بتاعه او السبريدابيلتي بتاعته كويسه. كذلك لازم البوليمر اللي انت تستخدمه ما يكونش بيسبب التهاب لجدار المعده. خلي بالك ان انت البوليمر ده اول حاجه هتحتك بيها المعده بتاعتك، وبناء عليه ما ينفعش ان البوليمر بتاعك يكون بيسبب التهاب في جدار المعده. كذلك لازم يكون نون توكسيك عشان ما يبقاش ليه اي تاثير سام، وما يكونش دي اي فارماكولوجيكال اكشن، لان انت ده كذلك نوع من انواع الاكسيبيانت، واحنا اتفقنا ان الاكسيبيانت بضيفها علشان احسن من البروسيسنج او الشكل، لكن مش عايز منها اي فارماكولوجيكال اكشن. كذلك لازم ان البوليمر اللي انا هستخدمه تكون الاستابيليتي بتاعته عاليه جدا لما يتعرض لاتموسفيريك كونديشنز مختلفه، سواء الحراره او الضوء او الرطوبه. طيب تاني مكون عندي هو البلاستيسايزر، اللي هو الماده اللي بتزود المطاطيه بتاع البوليمر بتاعي. ده بيحسن من الفلكسبيلتي بتاعه الكوت، وبيقلل من معدل الكراكنج والتشقق بتاع البوليمر، وكذلك بيحسن من التصاق او التماسك ما بين البوليمر فيلم وسطح القرص بتاعك. رابع حاجه بستخدمها او ثالث حاجه هي الكالرنج ايجنت، وزيها زي اللي استخدمناها في الشوجر كوت، يا اما بتكون ووتر سوليبل داي يا اما ووتر انسوليبل بيجمنت. واخر حاجه بستخدمها هو السولفنت عشان يدوب كل الكلام ده. والسولفنت اللي انا بستخدمه زي ما قلنا لازم يكون
سعره كويس واثار سولفنت تكون الفلمابيلتي بتاعته قليله والبوليوشن اللي بينتج عنه قليل. ممكن في بعض الاحيان اضيف بعض المكونات الاخرى زي مثلا الفليفرنج ايجنت او السويتنج ايجنت، ممكن احط حاجه انتي مايكروبيال عشان امنع اي بكتيريال كونتامينيشن، ممكن احط ويتنج ايجنت مثلا عشان احسن من وصول الميه او الاسيديك سوليوشن بتاع المعده للقرص بتاعي عشان يخلي القرص يدوب بسرعه. دي كده المكونات المختلفه اللي انا ممكن استخدمها في الفيلم كوتنج. الفيلم كوتنج بقى فيه منه نوع ادفانسد شويه اللي بسميه انتريك كوت التابلت. يعني ايه انتريك كوت التابلت؟ هو التابلت اللي انا حاطط عليه كوت يمنع تفتيت القرص في الاستومك ويحافظ على القرص متماسك لحد لما يوصل للالكالاين سوليوشن بتاع الانتستين. ساعتها يبدا هذا الكوت ان هو يدوب والقرص بتاعك يبدا ان هو يتفتت. ليه بعمل الانتريك كوتنج ده؟ علشان اكتر من حاجه. اول حاجه ان انا احمي الدراج بتاعي من التكسير نتيجة الحمض بتاع المعدة لو كان الدواء بتاعي بيتكسر بالأسيدك كونديشنز، أو إن أنا أحمي المعدة نفسها من الإيريتانت إفكت بتاع الدواء بتاعي وأشهره المسكنات اللي بتعمل التهاب لجدار المعدة، أو زي ما قلت لكم قبل كده لو أنا عايز المادة الفعالة يحصل لها ريليز داخل الجي أي تي أو اللور بارت من الجي أي تي، لأن ده المكان بتاع الشغل بتاعها. أنا مش عايزها تمتص، لا أنا عايزها توصل للمكان ده وتشتغل فيه. وأشهر حاجة هو الأنسلمنتج اللي هي مضادات الديدان اللي هي بتشتغل لوكالي داخل السمول انتستين. دي رسمه كده بتوضح لك ايه اللي بيحصل في الانتريك كوتنج. طول ما القرص موجود داخل الاستومك، طول ما الانتريك كوت موجود حواليه ولم يتفتت ولم يذوب ولم يتكسر، مجرد ما يبدا القرص بتاعك يخرج من الاستومك ويدخل داخل الانتستين، الالكالاين بي اتش بتاعت الانتستين او النيوترال بي اتش تبدا انها تدوب الكود الخارجي الانتريك كود ده، ويبدا القرص بتاعك انه يتفتت وتخرج عندك الماده الفعاله داخل الانتستين. طيب كده لو انا حبيت اقارن ما بين الشوجر كود والفيلم كود، اول حاجه من ناحيه الابيرنس. من ناحيه الابيرنس هتلاقي ان السايز بتاعك او الشكل بتاع القرص بتاعك ما اتغيرش قوي، تمام؟ اللون بتاعه ما بيبقاش شايني قوي. خلي بالك الفيلم كوت ما بيبقاش بيلمع قوي زي الشوجر كوت. الشوجر كوت انت حاطط طبقه محلول سكر، والسكر اصلا بيكون ليه مظهر لامع، كمان انت حاطط بولش ملمع القرص، فبيكون اللون اوضح في حاله الشوجر كوت واكثر براق اكثر زي ما بنقول. اما في الفيلم كوت ما بيبقاش شايني قوي زي الشوجر كوت. طيب زياده الوزن، زيادة الوزن في حالة الفيلم كوت حجم القرص بيزيد من 2 ل 3% فقط من الوزن الأساسي بتاعه، أما في الشوجر كوت بيسبب زيادة من 50% إلى 100% من وزن القرص. الفيلم كوتنج لو أنت عايز تعمل تطبع اللوجو على سطح القرص بعد ما عملت الفيلم كوت، فأنت هتلجأ إلى عملية البريشر او انك تعمل تختم اللوجو بتاع الشركه على سطح القرص. اما في الشوجر كوت لا، انت مش هتحفره على سطح القرص ده، انت بس هترسم اللوجو باستخدام ديفرنت كلر على سطح القرص زي حلويات الايبيديمس. يبقى الفيلم كوت عشان تحط اللوجو هتحفر اللوجو على سطح القرص بعد ما تعمل الفيلم كوت، اما الشوجر كوت لا، انا هرسم اللوجو على سطح القرص مش هحفره. طيب الخطوات بتاعت الفيلم كوتنج بتكون خطوة واحدة، وبناء عليه بتكون التايم بتاعه تقريبا ساعة ونص لساعتين. خطوة الفيلم كود بتاخد لها ساعتين تقريبا، أما في الشوجر كود فبتكون خطوات كتير، ممكن تاخد لها ما يقرب من 8 ساعات أو أكتر. ممكن إن أنا أعمل فانكشنال كوتنج في الفيلم كود، أحط انتريك كوتنج أو أحصل على سستند ريليز. أما الشوجر كود ما بحصلش منه على أي فانكشنال كوتنج، هو بس طبقة سكر مجرد ما تنزل في المعدة هتدوب على طول والقرص هيتفتت ويطلع على طول. يبقى ده كده الفرق ما بين الفيلم كوت وما بين الشوجر كوت. ثالث نوع من الكوتنج هو الكومبريشن كوتنج. الكومبريشن كوتنج هنا انا بقى مش هرش اي حاجه على سطح القرص، لا هرش محلول سكر زي الشوجر كوت ولا هرش محلول بوليمر زي الفيلم كوت. امال هعمل ايه؟ لا ده انا هعمل كومبريشن للكوت على القرص بتاعي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت دلوقتي صنعت القرص الابيض البلدي بتاعك العادي، عايز بقى تحط طبقه من الكوت، هتعمل ايه؟ هتكبس طبقه الكوت فوق القرص بتاعك. انت كده
كبست القرص او كبست المواد بتاعتك مره اولانيه عشان تكون القرص بتاعك، وبعد كده كبست فوقيها الكوتنج ماتيريال فوق سطح القرص بتاعك، فهتحصل على الشكل زي ما انت شايف قدامك كده. القرص بتاعك موجود جوه وفوقيه طبقه خارجيه من الكوت محصول لها كومبريشن على سطح القرص بتاعك. طيب في رأيك العملية دي ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ اسرح بخيالك كده. انا شرحت لك العملية ان انا كبست القرص المرة الاولانية عشان احصل على القرص الاساسي بتاعي، وبعد كده كبست فوقيه الكوت بتاعي. في رأيك ايه المزايا وايه العيوب بتاعت البروسيس ديت؟ ها اسرح كده بخيالك وفكر معايا. ايه الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت البروسيس دي؟ حاطط هنا محلول سكر، اوكي. ها ايه تاني؟ ايه تاني؟ البروسيس دي سيمبل بروسيس، انا ما فيهاش خطوات كتير. انا اول حاجه كبست الكود فوق القرص، يبقى سيمبل بروسيس ما فيهاش خطوات كتيرة، وطالما ما فيهاش خطوات كتيرة يبقى ما فيهاش أخطاء كتيرة. طيب تاني حاجة، أنا ما استخدمتش أي ليكويد، يبقى أنت يعني لا ما رشيتش أي محلول على سطح القرص. المحلول اللي برشه ده لو كان المكونات بتاعتك سنسيتيف جدا لأي مويستشر كونتنت، ممكن الـ المحلول دوت يسبب تكسير للمواد الفعالة. طيب برافو عليك يا دكتورة دعاء. انا اقدر عن طريق الخطوه دي ان انا اكبس كل انجريدينتس لوحدها. يعني مثلا انا هحط القرص، عايز اعمل قرص فيه 2 ماده فعاله، والله الماده الفعاله الاولانيه هروح كابسها الاول، وبعد كده تكبس فوقيها طبقه من الكوت، وبعد كده اروح حاطط الماده الفعاله الثانيه وكابسها وحط فوقيها كمان طبقه من الكوت. يبقى انا كده في القرص بتاعي قدرت عن طريق الكومبريشن كوتنج ان انا افصل الانكومباتبل ماتيريال عن بعض داخل القرص. طيب كذلك ان انا ممكن عن طريق البروسيس دي يا دكاتره احصل على سستيند ريليز للدراج بتاعي. ازاي؟ مش احنا قلنا ان انا ممكن لو انا عندي 2 ماده فعاله افصلهم عن بعض عن طريق الكومبريشن كوتنج، كل واحده احطها في لير واكبس فوقيها طبقه من الكوت. طب ايه رايك بقى؟ لا انا مش هعمل بقى مادتين فعالتين، ده هيكون نفس الماده الفعاله، الماده الفعاله الاول نفس عامل منه طبقه وحاطط فوقيها طبقه من الكومبريشن كود، وفيها طبقه ثانيه وفيها طبقه من الكومبريشن كود، وفيها طبقه ثالثه وفيها طبقه كمان من الكومبريشن كود. هل لما القرص ده هينزل في المعده هيتفتت كله مره واحده؟ لا، ده الكومبريشن كود الاولاني اللي على السطح خالص هيتفتت فيطلع لي اول جرعه من الدواء، كمان شويه الكومبريشن كود اللي تحتيه يتفتت فيطلع لي الجرعه الثانيه من الدواء، ثم الكومبريشن كود الثالث فيطلع لي جرعه ثالثه من الدواء. يبقى قدرت ان انا احصل على كنترول ريليز للتابلت بتاعي لان انا حطيت لايرز مختلفه من نفس الماده الفعاله داخل القرص. يبقى الادفانتج بتاعت الكومبريشن كود اقدر افصل بيه الانكومباتبل انجريدينتس عن بعضيها، اقدر احصل على مالتي لايرد كنترول ريليز، اقدر ان انا اعمل انتريك كوتنج، والله انا هحط كود مش هيتفتت في الاستومك بس اتفتت في الانتستين، بدل ما ارش الكود ده على سطح القرص لا انا هكبسه على سطح القرص بتاعي. كذلك هي خطوه سيمبل نون اكسبنسيف، تستهلك وقت قليل جدا، وبالتالي الخطوات اللي فيها قليله مقارنه باي خطوه او اي بروسيس بتستخدم عمليه الليكويد كوتنج. طيب في رايك بقى ايه عيوبها؟ احنا كده عرفنا مميزاتها، طب في رايك ايه عيوبها؟ اسرح كده في خيالك، قول لي ايه عيوب البروسيس دي؟ احنا قلنا في البروسيس دي ان انا بكبس القرص كذا مره، مش احنا الاول كبست القرص بتاعي وبعد كده كبست فوقيه الكومبريشن كوتد ماتيريال، يبقى انا عرضت القرص بتاعي لعمليه كبس مرتين. اخبار السترينث بتاعت القرص هتبقى ايه؟ والله السترينث بتاعت القرص هتبقى كبيره جدا، القرص مكبوس مرتين، فهتكون يعني عمليه تكسير او تفتيت القرص مش سهله زي ما تحصل في القرص اللي مكبوس مره واحده. يبقى دي اول حاجه، ان انت عملية الكبس الكتير ممكن تزود الاسترينس بتاع القرص بتاعك. طيب تاني حاجة، خلي بالك ارجع كده للصورة اللي قدامك ديت، بص كده القرص الأولاني ده، القرص الأولاني اللي جوه ده
اتكبس باستخدام مكبس، والقرص الكبير ده اتكبس باستخدام نفس المكبس او نفس الضاي، هل الضاي اللي بتاخد القرص اللي حجمه صغير ده هي نفس الضاي اللي هتاخد القرص اللي قطره كبير؟ هل دي نفس الضاي؟ اكيد لا. معنى كده ان انا محتاج ماشين تانية ولا لا يا دعاء؟ انا عندي ماشين اولانية بتطلع لي القرص الاولاني، وهحتاج ماشين تانية تطلع لي القرص اللي الحجم بتاعه اكبر، والماشين التانية دي محتاجة تكلفة عشان اشتري بيها ولا لا؟ الماشين محتاجة تكلفة. يبقى الديس ادفانتج بتاعت الكومبريشن كود ان انت محتاج الى انظر ماشين تكون موجودة عندك. طيب تاني حاجة ان انت عملية الكبس التاني دوت ممكن تزود الاسترينس بتاعت القرص بتاعك. طيب تالت حاجة، خلي بالك انا بقول لك هنا ان القرص الاولاني اللي انت كبسته عايزه يتحط داخل حفرة تانية ويتكبس حواليه القرص او الكوت الخارجي، تمام؟ طيب انك تسنتر القرص الاولاني في نص الحفرة اللي هيتكبس فيها القرص مرة تانية، دي مش دايما بتحصل. لو في اي فايبريشن في الماشين بتاعتك، القرص ده مش هيكون متسنتر في النص، ممكن يجي يمين شوية او شمال شوية. لما القرص ده يجي يمين شوية او شمال شوية، معنى كده ان طبقة الكومبريشن كوت اللي هتبقى ناحية اليمين هتكون الويدز بتاعها متساوي مع الكومبريشن كوت اللي ناحية الشمال، ولا هيكون في بينهم فاريشن؟ ها القرص بتاعك ده الاولاني لو ما اتحطش في النص بالظبط، هل معنى كده ان الويدز على اليمين والشمال هيكون متساوي؟ لا، هيكون في فاريشن. وطالما في فاريشن يبقى معنى كده ان الكوتنج ما كانش ايكوالي ديستريبيوتد. يبقى دي تالت مشكله ممكن تواجهك. طيب رابع مشكله ممكن تواجهك ايه هي؟ ان انت دلوقتي علشان تعمل القرص بالشكل النهائي ده، تخيل كده معايا جوه المصنع ايه اللي هيحصل. حط نفسك كده جوه الماشين. انت القرص الاولاني ده انت كبسته، محتاج بقى انك تخرجه من الماشين الاولانيه بتاعتك وتروح حطه بعد كده داخل الحفره بتاعت الماشين التانيه. بس عشان تكبس الكود حواليه من كل النواحي لازم تفرش تحتيه الاول طبقه من الكود. يبقى انت هتحط الاول طبقه من الكود تحت، وبعد كده تحط القرص فوقيها وتسنتره في النص، وبعد كده تحط فوقيها طبقه من الكود وتنزل بالمكبس عشان يكبس. ممكن ما تقدرش تسنتر القرص بشكل جيد، الطبقه اللي فوق والطبقه اللي تحت السكنس بتاعهم متساوي لما بيتكبسوا حوالين القرص. يبقى مشاكل الكومبريشن كوتنج، اول حاجه ان انت محتاج الى انذر ديفايس، وده بيمثل تكلفه زياده على المصنع. تاني حاجه ان ممكن يسبب اختلاف او زياده في الاسترينس بتاعه القرص نتيجه انك كبسته مرتين. كذلك ممكن يحصل عندك ان القرص ما يتسنترش في النص مظبوط، فيبقى الجنب اليمين والشمال مش مفهومش توزيع جيد للكود. كذلك الجزء العلوي والسفلي بيكون فيهم ان ايكوال ويدث للكود دايمتر، نتيجه ان انت فرشت طبق الاول من الكود وبعد كده حطيت القرص وبعد كده حطيت طبقه علويه من الكود. فساعات عمليه الكبس بتخلي الطبقه اللي فوق تتكبس بشكل اقوى من الطبقه اللي تحت، فيبقى عندك فرق في الويدث ما بين الطبقتين. طيب اخر نوع من الكود بقى، احنا هنريح دماغنا خالص وهنستفيد من التكنيك بتاع الكبسول. الكبسوله هي عباره عن ايه؟ عباره عن جيلاتين، الشكل المعتاد بتاع الكبسوله ده. طيب الكبسوله دي بيكون في منها انواع بتتفك حتتين كده، تلاقي انت في كبسولات زي مثلا فولوموكس مضاد حيوي، تلاقي الكبسوله ليها نص اخضر وليها نص بيج وتقدر انك تفكهم من بعض. طيب لو فكيت الكبسوله دي هتلاقي جواها الباودر بتاع الماده الفعاله. طب ايه رايك بقى ان انا اجيب الكبسوله دي واحط جواها القرص؟ يبقى انا هكبس القرص العادي بتاعي خالص، وبعد ما القرص خرج هروح جاي فاتح الكبسوله وحاطط جواها القرص بتاعي، وبكده بقى انا عملت كبسوله محتويه على القرص بتاعي جواها. ليه ممكن نلجا للجيلاتين كوت التابلت اللي هو اخر نوع من عمليه الكوتنج؟ لان انت اولا هتقول يا دكتور طب ما انا اصنع كبسوله على طول، ليه بقى اعمل قرص وبعد كده اجيب الجسم بتاع الكبسوله من بره وافتحها نص وافتحها نصين واحط القرص جواها وبعد كده اقفلها؟ طب ما انا اصنعها كبسوله من الاول على طول. كبسوله من الاول على طول يعني المحتوى بتاعها من جوه هيكون باودر. طيب مين فيهم السايز بتاعه اصغر، الباودر ولا القرص؟ مين فيهم
هيكون ملموم والحجم بتاعه أصغر، القرص ولا البودر؟ مين الحجم بتاعه؟ القرص أصغر، يبقى القرص الصغير ده لما أحطه في كبسولة هحتاج كبسولة حجمها صغير، فهيبقى الحجم النهائي بتاع الكبسولة صغير. أما لو أنت هتصنع الكبسولة العادية اللي جواها بودر، فالبودر بيكون حجمه أكبر، يبقى احتاج كبسولة الحجم بتاعها أكبر، يبقى هيكون في صعوبة في البلع أكتر. يبقى الجيلاتين كوتنج ميزته مقارنة بالكبسول العادية إن بيكون السايز بتاعه تقريبا تلت السايز بتاع الكبسولات العادية اللي مليانة بودر. ليه؟ لأن حجم القرص بيكون أصغر من حجم البودر. دي أول حاجة. تاني حاجة، القوام بتاع الجيلاتين نفسه بيكون أسهل في عملية البلع. بعض المرضى يقول لك أنا أعرف أبلع كبسولة ما أعرفش أبلع أقراص. الكبسولة بتتزفلط كده في بقه ويبلعها أسهل من بلع الأقراص. تالت حاجة، عملية الغش في الأدوية عملية منتشرة جدا هذه الأيام. اللي منكم يتابع صفحة منشورات وزارة الصحة أو إدارة التفتيش الصيدلي على الفيسبوك هيلاقي كل يوم بينزل ما يقرب من 10 منشورات لأدوية في السوق مغشوشة. أدوية مش عايز أقول لك بنستخدمها بشكل يومي. الكتافلام ده بيتضرب كتير جدا. طبعا الريفو والحاجات دي، أي كل ما تكون طريقة التصنيع سيمبل كل ما الغش يكون أسهل. القرص البلدي العادي بيتغش بسهوله جدا، القرص اللي عليه فيلم كود الغش بتاعه بيكون اصعب شويه، القرص اللي محطوط جوه كبسوله والكبسوله مقفوله بالبرشمه بيكون الغش بتاعه اصعب واصعب. يبقى الجيلاتين كوت التابلت بيكون مور تامبر ايفيدنت، يعني اصعب في انه يتغش مقارنه بالاقراص العاديه. يبقى ده اخر نوع من الكوتنج اللي هو الجيلاتين كوت التابلت. وكده بقى احنا خلصنا الكوتنج بتاع التابلتس. هنبدا بقى نتكلم على ازاي بتعمل كبس للاقراص، تصنع القرص ازاي. بتصنع الاقراص بطريقه من اتنين، يا اما عن طريق الكومبريسد تابلت الكبس العادي، او عن طريق حاجه اسمها المولد التابلت. قالب، والقالب ده بتحط فيه المكونات بتاعتك وتروح كابسهم كده بإيدك ويطلع لك شكل القرص. طبعا الطريقة دي أحمد أشرف بيقول ممكن أقراص الجيلاتين تتفك ويخرج اللي جواها ويغشها. صح، كلامك صحيح، بس الجيلاتين ده لما نشوف كمان شوية الكبسولة الجيلاتين دي ساعات أنت بتعمل لها سيلينج بطريقة معينة بحيث إن هي لو اتفكت ما يعرفش يركبها تاني، أو السيل اللي عليها يتقطع، او بالبلدي كده البرشمه بتاعتها تتفك، وطالما اتفكت مش هيعرف يعمل البرشمه دي تاني. هتعرفها كمان شويه احسن. طيب المولد التابلت دي طبعا طريقه بدائيه تستخدم اكيد في السمول سكيل، لا تصلح ابدا ان انت تستخدمها في اللارج سكيل. الطريقه دي هل انت في السكشن تقدر تعمل فيلم كوتنج للقرص بتاعك؟ هل اقدر في السكشن اقول لك حضر لي اقراص عليها فيلم كوتنج؟ هل هتقدر تعمل ده؟ ولا انت محتاج ماشينز؟ اكيد محتاج ماشينز. يبقى المولد التابلت ما اقدرش ان انا اصنع بيها اقراص احصل بيها على سستيند ريليز ولا ديليد اكشن ولا كوتد تابلت. دي طريقه بدائيه جدا تستخدمها في المعمل بتاع الصيدليه او في السكاشن العملي بتاعتك، اللي هي ببساطه بتحتوي على الماده الفعاله بتاعتك متدوبه في السولفنت علشان بس تبقى في شكل عجينه كده وتقدر ان انت تكبسها، واقصى او يعني اضعف الايمان انك تحط عليها بس الديلوانت اللي هو الحاجه اللي تزود الحجم بتاع القرص. يبقى المولد التابلت تحتوي فقط على الدواء بتاعك والديلوانت فقط لا غير. طبعا القرص ده مجرد ما البيشنت هياخده هيدوب بسرعه، لا اقدر احصل منه على سستيند ريليز ولا احصل منه على كنترولد ريليز ولا احصل منه على ديليد اكشن، هو بس القرص والديلوانت وكبستهم انت بايدك وشكرا على كده. طيب اما الـ النوع الثاني من التابلت هو الكومبريشن تابلت، اللي ده بيتم بقى في المصانع باستخدام الماشينز. طيب الكومبريشن ده بيتم عن طريق او تصنيع الاقراص بيتم بكام خطوه؟ بيتم ب3 خطوات، خطوة الفيلينج ثم الكومبريشن ثم الايجكشن. الفيلينج هو ان البودر او الجرانيولز المكونة للفورمولا بتاعتك تنزل داخل الحفرة اللي اسمها الداي، تعمل لها فيلينج، بعد كده ينزل الابر بانش يكبس البودر بتاعك،
بيحوله لقرص، دي خطوه الكومبريشن. ثم بعد كده يترفع الابر بانش، وعايز تخرج القرص من الحفره بتاعه الداي. يتم ده ازاي؟ ان اللور بانش يطلع لفوق فيزق القرص بتاعك، والقرص بتاعك يخرج بره الماشين. تابع اللون البرتقاني اللي في الصوره دي هتعرف ايه اللي بيحصل. ادي اللون البرتقاني بدا ينزل ويملا الحفره بتاعه الداي، ده الباودر او الفورمولا بتاعتك. بعد كده هينزل الابر بانش اهو يكبس الباودر بتاعك، فيصغر الحجم بتاعه ويحوله لشكل قرص مكبوس. بعد كده هيبدا الابر بانش ان هو يترفع، والقرص البرتقاني ده انت عايز تخرجه من الحفره. هيتم ازاي؟ ان اللور بانش يترفع فيرفع القرص بتاعك ويخرجه بره الحفره. طيب كده احنا خلصنا عمليه تصنيع الاقراص. مهم جدا بقى ان انا اعمل كواليتي كنترول للاقراص. منتج بعد ما انتجته لازم تعمل له كواليتي كنترول، تتاكد من كفاءه عمليه التصنيع بتاعتك. الكواليتي كنترول بتاع الاقراص بينقسم الى قسمين، اوفيشال تيست ونون اوفيشال تيست. يعني ايه اوفيشال ويعني ايه نون اوفيشال؟ اوفيشال يعني حاجه وورلد وايد، حاجه عالميه، حاجه ليها بارامترز العالم كله متفق عليها انك لازم تكون القرص بتاعك موافق لهذه المواصفات. طبعا البارامترز دي بتكون موجوده فين؟ موجوده في حاجه اسمها دستور الادويه الفارماكوبيه. في والله دستور الادويه الامريكي اشهر الدساتير المستخدمه في عالم الادويه، بنسميه اليو اس بي او يونايتد ستيت فارماكوبيه. في دستور الادويه البريطاني البريتش فارماكوبيه، وفي فخر بلدنا دستور الادويه المصري. طبعا انت علشان تعمل منتج يصلح للتصدير فانت بتختار دستور ادويه عالمي معترف بيه وتمشي عليه زي يونايتد ستيت فارماكوبيه. انت هتبيع الدواء بتاعك فقط هنا في مصر، مش هتصدره للخارج، يبقى انت تمشي على فخر صناعه فخر بلدنا دستور الادويه المصري. طيب برضو مش فاهمين ايه الفرق بين الاوفيشال من اوفيشال. اوفيشال يعني بيقول لك والله مثلا القرص بتاعك لازم يكون بيتفتت خلال نص ساعه. الدستور الادويه الامريكي بيقول لك ان قرص الريفو اللي بيحتوي على الساليسيليك اسيد لازم يتفتت خلال نص ساعه. ده رول على مستوى العالم كله، تمام؟ يبقى ده اسمه اوفيشال تيست، يعني في بارامتر على مستوى العالم لازم اطبقه، لازم اتاكد ان القرص بتاعي بيطبقه انه بيتفتت خلال نص ساعه فعلا. طيب في بقى نون اوفيشال تيست، ده حاجه ملهاش بارامتر عالمي، العالم مختلف، انا بصنعها في مصر بطريقه، امريكا بطريقه، بريطانيا بطريقه. طيب ايه هي الاوفيشال تيست وايه هي النون اوفيشال تيست؟ تعال نتعرف عليهم واحده واحده. النون اوفيشال تيست هم اربع حاجات: الجنرال ابيرنس، فرايبيليتي، الهاردنس والسيكنس. اول حاجه الجنرال ابيرنس اللي هم ايه؟ اللون. بتاعته والطعم بتاعه. مفيش، مش هتلاقي اليونايتد ستيت فارماكوبيا يقول لك ان قرص الكتافلام لازم يكون لونه بني ولازم يكون طعمه مش عارفه ايه ولا ملمسه عامل ازاي. دي حاجه ملهاش مرجعيه معينه، فدي بنسميها نون اوفيشال تيست. كل شركه بتحط البارامتر بتاعها. انت هتتخرج تشتغل في شركه امون، امون هتقول لك احنا والله بنصنع الاقراص بتاعتنا لونها من بره ازرق والملمس بتاعها ناعم. شركه منفيس تقول لك لا والله انا بصنع القرص بتاعي لونه برتقاني والملمس بتاعه محبب. كل شركه بتحط البارامتر بتاعها وتمشي عليه. بس شركه امون حطت بارامتر قالت لون القرص ازرق وملمسه ناعم، يبقى كل الاقراص في التشغيله دي لازم تطلع بطبقه للمواصفات دي. ما ينفعش تطلع لي قرص لونه ازرق وقرص تاني لونه اخضر، لا كده يبقى التشغيله بتاعتك فيها مشكله، هتسقط في النون اوفيشال تيست دوت. يبقى اول حاجه هو الجنرال ابيرنس، زي ايه؟ زي السايز والشيب، زي اللون، زي وجود ريحه او لا، زي الطعم، زي الملمس بتاع القرص بتاعتك. ده اللي بنسميه الجنرال ابيرنس، وده طبعا نون اوفيشال تيست. طيب تاني حاجه هي الميكانيكال سترينث، الصلابه بتاعه القرص. الصلابه بتاعه القرص دي بنقيسها ازاي؟ ازاي اقيس الصلابه بتاعه القرص؟ بقيسها عن طريق ثلاث تستات مختلفه: فرايبيليتي، الهاردنس والسيكنس. ايه هي الفرايبيليتي؟ التفتيت، هشوف القرص بتاعي بيتفتت بمقدار قد ايه لما بيتعرض لميكانيكال سترينث. ميكانيكال سترينث يعني ايه؟ يعني هتجيب القرص بتاعك وتفضل ترجه كده بقوه باستخدام ماشين بنسميها الفرايبليتور اللي انت شايفه قدامك ده، عباره عن عجله دواره كده بتحط فيها الاقراص بتاعتك
والعجله الدوارة دي تفضل تلف مثلا لمده 10 دقائق، وبعد كده انت تطلع الاقراص منها وتوزن القرص وتشوف القرص فقط قد ايه من الوزن بتاعه. مثلا انت كنت وزن القرص في الاول قبل ما تحطه في الماشين كان وزنه 1 جرام، حطيته في الفرايبليتور عمل يدور لمده ربع ساعه، بعد ما خلصت كنت مخرج القرص ووزنه تاني، طلع وزن القرص بقى 75 من 100 مللي جرام، يبقى القرص فقد 25% من وزنه. طبعا انت كل شركه بتكون حاطه نسبه لخساره الوزن، والله الشركه امون بتقول لك انا عايز القرص بتاعي يكون اللص في الوزن بتاعه لا يزيد عن 10%. لو التشغيله بتاعتك طلع ان الفرق في الوزن اكتر 10%، يبقى التشغيله بتاعتك فيها مشكله وعيد التشغيله تاني، الاقراص بتاعتك مش متماسكه بتتفتت بسهوله. يبقى ده الفرايبيلتي تيست. طيب السؤال بقى، مين اكتر نوع من الاقراص لازم بيكون فقد الوزن بتاعه كبير جدا؟ ايه هو انواع الادويه او نوع الاقراص اللي لازم لما تحط في الفابليتور في الفرايبيليتور يكون بيتفتت بسهوله وبيفقد جزء كبير من وزنه؟ ها في رايك انهي نوع من الاقراص؟ الاقراص بيصنعه وقاصد انه يكون بيتفتت بسهوله. لا مش الشوجر كوك يا يوسف، انا بقول لك بيتفتت بسهوله مش بيدوب بسهوله. ايه رايك في التشابل تابلت؟ التشابل تابلت انت بتكون مصنعه بطريقه هشه ولا لا؟ طبعا لازم يكون هش، انت مش اقراص بلاستيك، هو في حاجه اسمها اقراص بلاستيك يا عبد الرحمن؟ طيب التشابل تابلت يا دكاتره الاقراص اللي معموله للمضغ، انت مدي البيشنت قرص عشان يمضغه، مش هتدي له زلطه يمضغها، انت بتدي له قرص بيكون بيتكسر بسهوله، وبناء عليه التشابل تابلت بتكون الفرايبيليتي بتاعتها عاليه والويت لوس عاليه في هذا التيست. طيب ده اول تيست للهارد لل الميكانيكال سترينث اللي هو الفرايبيليتي. تاني تيست اللي هو الهاردنس، انت علشان تقيس الهاردنس بتاعت القرص بتجيب جهاز زي دوت اللي هو الهاردنس تيستر، تحط القرص في التيب بتاعه وتبدا ان انت تلف هذا السكرول لحد لما القرص بتاعك يتفتت. اول لما القرص يتفتت بتعمل انت ريكوردنج ليه الرقم اللي بيكون انديكيتيف لمقدار الهاردنس اللي احتاجها القرص علشان يحصل له عمليه التفتيت. طيب ثالث حاجه الميكانيكال استرينس هي التابلت سيكنس، بتكون انديكيتيف ل الهاردنس او الاسترينس بتاعت التابلت بتاعك. بقيس التابلت سيكنس ازاي؟ باستخدام ماشين زي اللي انت شايفها قدامك ديت، بتقيس لك الديامتر بتاع القرص بتاعك. خلي بالك السيكنس بتاع القرص لو كان مش مظبوط على مدار التشغيله معنى كده ان ممكن يكون الانجريدينتس بتاعتك ما بتنزلش بشكل متجانس داخل الضايه، والله في شويه في حفره نزل فيها كميه كبيره وحفره نزل فيها كميه صغيره، فالحفره الاولانيه دي لما تكبس فيها الاقراص هيبقى ليها ديامتر معين والحفره الثانيه هيبقى ليها ديامتر مختلف، او لو انت قوه الكبسه عندك مختلفه هينتج عندك اقراص الديامتر بتاعتها مختلف. يبقى الميكانيكال سترينث بقيسها عن طريق الفرايبيليتي او السيكنس او الهاردنس بتاعه الاقراص. يبقى دي كانت الاربع نون اوفيشال تيست، اول حاجه الابيرنس، ثاني حاجه الفرايبيليتي، ثالث حاجه الهاردنس، ورابع حاجه هي السيكنس بتاع الاقراص. طيب الاوفيشال تيست بقى هي عباره عن ايه؟ اول حاجه التابلت ويت فاريشن، الفارماكوبيه بيقول لك ان انت طبعا بقى حسب انت شغال على انهي فارماكوبيه، مثلا شغال على اليونايتد ستيت فارماكوبيه اللي هي اليو اس بي، اليونايتد ستيت فارماكوبيه بتقول لك والله ان الويت فاريشن بتاع الاقراص داخل التشغيله الواحده لازم تطبق عليه اثنين بارامتر. ايه هما الاثنين بارامتر؟ اول حاجه ان بتقول لك مثلا ان الوزن بتاع الاقراص مثلا لو كان 100 مللي جرام، لو الاقراص بتاعتك وزنها 100 مللي جرام يبقى لازم الويت فاريشن المسموح بيه هو بلس اور ماينس 10%. يبقى الاقراص بتاعتك كلها يبقى وزنها يا 100 مللي جرام بلس اور ماينس 10%، يعني يتراوح وزنها من 90 مللي جرام ل 110 مللي جرام، هو ده الرينج المقبول. طيب لو في اقراص خرجت عن الرينج ده هل كده التشغيله باظت ولا لا؟ الفارماكوبيه بيقول لك في شرطين لازم تحكم بيهم هل التشغيله بتاعتك باظت ولا لا. اول حاجه
not more than two tablets are permitted to deviate from the average weight by greater than the permissible deviation listed. يعني ايه؟ اليونايتد ستيتس فارماكوبيه قال لك ان لو وزن القرص 100 مللي جرام يبقى الليمت المسموح بيه بلس اور ماينس 10، يبقى من 90 ل 110 مللي جرام. لو طلع عندك قرص واحد وزنه فوق ال 110 او تحت ال 90، طلع مثلا قرص وزنه 111 او قرص وزنه 89، لو قرص واحد بس التشغيله مقبوله، لو قرصين التشغيله برضو مقبوله، اكبر من قرصين لا يا فندم التشغيله دي مرفوضه. يبقى انت ما يكونش عندك اكتر من قرصين بره الرينج اللي هو بلس وماينس 10% من ال 100 مللي جرام. ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني ايه؟ ان ما يبقاش عندك ولا تابلت بره ضعف الرينج. يعني ايه؟ احنا قلنا ان الرينج 10 مللي جرام بلس اور ماينس، يبقى 10% بلس اور ماينس، يبقى القرص اللي وزنه 100 مللي جرام الرينج المقبول هو من 90 ل 110. طيب ضعف الرينج يعني ايه؟ ضعف ال 10 20، يبقى ال 100 مللي جرام 20% منهم كام؟ يا اما 80 مللي جرام يا اما 120 مللي جرام. يبقى ما يبقاش عندك ولا قرص وزنه اقل من ال 80 مللي جرام، وما يبقاش عندك ولا قرص وزنه اعلى من ال 120 مللي جرام. يبقى الويت فاريشن انت في عندك ريشيو محدده حسب الفارماكوبيه، لو افترضنا انها 10% ووزن القرص 100 مللي جرام يبقى الرينج المقبول 90 الى 110. لو عندك قرص او قرصين 89 او 111 مقبول، ثلاث اقراص التشغيله مقبول، ده اول شرط. طب لو عندك قرص واحد فقط اقل من 80 مللي جرام او اعلى من 120 مللي جرام اللي هو دبل الرينج، معنى كده التشغيله عندك مرفوضه. ده الويت فاريشن. طبعا بيكون الديفيجن برسنتج مختلفة حسب وزن القرص. لو كان وزن القرص بتاعك 120 مللي جرام او اقل، بيكون البلس الديفيجن ليميت هو بلس والماينس 10%. لو 120 مللي جرام 300 بيكون بلس والماينس 7.5، لو 300 مللي جرام او اكتر بيكون بلس والماينس 5%. ده بالنسبة لليونايتد ستيتس فارماكوبية. البريتش فارماكوبية بقى لا، هتلاقي مثلا ارقام مختلفة، وكل شركة حسب الفارماكوبية اللي هي ماشية عليه. طيب تاني تيست في الاوفيشال تيست هو الكونتنت يونيفورمز تيست. خلاص احنا كده اتاكدنا من وزن الاقراص. طيب ما ممكن يا دكتور يكون وزن الاقراص مظبوط بس المواد الفعاله تركيزها جوه مختلف، ازاي؟ هتقول لي ان مثلا الفلوابيليتي بتاعت المكونات المختلفه مش متساويه. فانا عندي مثلا الماده الفعاله وعندي ديلوانت وعندي ديسانتجرانت، مثلا المفروض ان كل قرص يكون فيه 1 مللي جرام ماده فعاله، 1 مللي جرام ديلوانت، 1 مللي جرام ديس انتجرانت. القرص الاولاني نزل عندي حبايه من الديس انتجرانت وحبايتين من الماده الفعاله وما نزليش ديلوانت، هيبقى كده وزن القرص الاولاني 3 مللي جرام. القرص الثاني نزل لي حبايه ماده فعاله وحبايه ديس انتجر وحبايه ديلوانت، هيبقى وزن هو كمان 3 مللي جرام. القرص الثالث نزل لي حبايه ماده فعاله وحبايتين ديلوانت وما نزليش ديس انتجرام، وزنه هو كمان 3 مللي جرام. الثلاث اقراص هو وزنهم 3 مللي جرام، لكن هل الثلاث اقراص دول فيهم نفس الكونتنت؟ ما الوزن واحد اهو، هل الكونتنت فيهم باللي انا قلته ده واحد؟ لا. يبقى الوزن لوحده ما اقدرش ان انا اعتمد عليه عشان اقول ان القرص ده ناجح او ساقط. الوزن بيعبر عن بيرد لي على جزء من السؤال، هل التشغيله مناسبه ولا لا، لكن ما بيضمنليش نجاح التشغيله كلها. طب يبقى كده لازم اتاكد كمان ان الكونتنت بتاع كل قرص مظبوط. يا فرحتي الوزن مظبوط لكن الكونتنت مختلف، كده برضو التشغيله بايظه. هتاكد ازاي من الكونتنت يونيفورميتي بتاعه الرز بتاعتك او التشغيله بتاعتك؟ ان انت هتاخد عينات من التشغيله بتاعت تركيز المكونات جواها، تشوف الماده الفعاله جواها، جوه مثلا انت عامل تشغيله 1000 قرص، انا هعمل كواليتي كنترول على 100 قرص، يبقى هاخد 100 قرص ادوبهم اطلع المكونات بتاعتهم واحلل كميه كل مكون واشوف كميه المكونات المختلفه في ال 100 قرص دول متساويه ولا في فاريشن، وبناء عليه ابدا احكم هل التشغيله بتاعتي ناجحه ولا لا. طيب انا دلوقتي اتاكدت ان القرص وزنه مناسب والكونتنت بتاعه كويس، هل كده القرص بتاعي تمام ولا ممكن يكون في عيوب اخرى في القرص؟
القرص وزنه مظبوط، مكوناته مظبوطه، كده التشجيله تمام. كده القرص لو نير البيشنت بلعه اكيد هيديله تاثير دوائي، كل اللي قرصها تدي نفس التاثير. هل كده اكيد القرص تمام بالنسبه لي ودي لي البيشنت وانا مطمئن، ولا ممكن يكون في عيوب اخرى؟ ايه رايك لو البيشنت بلع القرص ده والقرص كان مكبوس بشكل كبير وما بيتفتتش، وبناء عليه القرص هينزل في المعده ويخرج من المعده ومن بطن البيشنت ومن جسم البيشنت بدون ما يتفتت؟ يا فرحتي بالوزن المظبوط والكونتنت المظبوط والقرص ما بيتفتتش، يبقى لازم تعمل حاجه اسمها التابلت ديس انتجريشن تيست، تتاكد ان القرص بتاعك بيتفتت خلال الوقت المحدد ليه. بتعمل التابلت ديس انتجريشن تيست ده ازاي؟ خلي بالك الديس انتجريشن للقرص بيحصل فين؟ بيحصل مثلا في الاستومك، بعض الادويه اللي انت عايزها تمتص من المعده. يبقى انت هتعمل التيست ده في بيئه مشابهه لبيئه المعده، هتجيب محلول البي اتش بتاعته مساويه للبي اتش بتاعت الجاستريك سوليوشن، وتحط داخل الماشين المحلول ده وتحط جواها الاقراص. طب الماشين دي بتتكون من ايه؟ الماشين دي عباره عن سبت زي اللي انت شايفه قدامك ده، او باسكت. الباسكت ده فيه مخرم من تحت والاخرام دي مقفوله بشبكه سلك، تمام؟ هو ده الباسكت اللي انا بحط فيه الاقراص، تمام؟ الباسكت ده بينزل داخل بيكر زجاج. البيكر الزجاج ده محطوط جواه ايه؟ محطوط جواه المحلول المشابه للبيئه اللي هيتعرض ليها القرص. لو انت القرص بتاعك هيتفتت في الاستومك يبقى تحط محلول مشابه للحمض بتاع المعده. القرص بتاعك هيتفتت في الانتستين تحط محلول مشابه للبيئه بتاعت الانتستين. طيب يبقى انت عندك بيكر فيه محلول مشابه للفسيولوجيكال انفايرمنت اللي اتعرض ليها القرص، وبينزل جوه هذا البيكر باسكت. الباسكت ده فيه من تحت فتحات مسدوده بشبكه حديد بتحط جواها الاقراص. الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ تبدا الباسكت ده يرتفع وينخفض داخل البيكر، عمال يطلع وينزل يطلع وينزل، وهو بيطلع وينزل الاقراص بتاعتك بتاعت العينه انت حاططها جوه الباسكت اهو. فالاقراص دي كل ما الباسكت ده يطلع وينزل جزء من القرص عمال يحصل له ايه؟ يحصل له ديس انتجريشن. تفضل انت متابع الجهاز لحد لما الاقراص اللي انت حاططها داخل الباسكت ده تختفي. معنى الاقراص اختفت ايه؟ ان كل الاقراص حصل لها ديس انتجريشن واتفتتت وخرجت من الشبكه ديت ونزلت لك داخل المحلول. يبقى انت حاطط 10 اقراص داخل الباسكت وعمال الماشين شغاله، الباسكت عمال طالع نازل داخل المحلول، اول لما ال10 اقراص يتفتتوا خالص ويختفوا من الباسكت هوقف الجهاز واعمل ريكوردنج للتايم، وبكده اقدر احكم القرص بتاعي حصل له ديس انتجريشن بعد تايم قد ايه، واشوف هل ده مناسب للفارماكوبيا ولا لا. الفارماكوبيا بيقول لك ان قرص الكتافلام لازم يحصل له ديس انتجريشن خلال نص ساعه. والله انت لقيت القرص بتاعك حصل له ديسنتجريشن بعد 10 دقائق، لا كده يا باشا انت القرص بتاعك الكبس بتاعه مش مظبوط ضعيف. لا لقيت القرص الماشين بتاعتك اشتغلت ساعتين والقرص لسه ما اتفتتش، لا يبقى انت كده كابس القرص زياده عن اللازم، ده التابلت ديسنتجريشن تيست. طيب انا اتاكدت ان القرص وزنه مظبوط ومحتواه كويس وبيتفتت خلال التايم المظبوط، هل كده القرص تمام؟ هل كده القرص تمام؟ اكيد البيشنت هياخده هيمتص ويخش الدوره الدمويه ويديني تاثير. ديس انتجريشن يا دكاتره بيحصل بعديه خطوه اسمها ايه؟ حد فاكر؟ القرص بعد ما يتفتت لازم يحصل ايه؟ ها بعد الديس انتجريشن لازم ايه اللي يحصل؟ ها حد فاكر؟ القرص بعد ما يتفتت لازم المكونات بتاعته تدوب، يحصل ديسوليوشن. يا فرحتي، لا قبل الابزوربشن لازم يحصل ديسوليوشن اول يا مهريل. انت القرص بتاعك ده المصمت نزل جوه المعده اتفتت، تحول بالديس انتجريشن اتحول لبارتكلز صغيره. البارتكلز دي بتخش الدوره الدمويه زي ما هي، الحبوب دي اللي عامله زي الباودر بتخش داخل الدم، تلاقي الدم بيجري فيه حبيبات باودر. لا ده لازم يدوب الاول، لازم يدوب في الجاستريك سوليوشن عشان بعد كده يحصل عمليه الابزوربشن. يبقى مهم جدا ان انا بعد القرصه اما اتفتت اتاكد ان حصل ديسوليوشن للباودرز اللي نتجت مع عمليه التفتيت. لو القرص المكونات دي ما دابتش يبقى مش هتمتص، وطالما لم تمتص مش هيحصل على تاثير دوائي، يبقى لازم اعمل بعد كده حاجه اسمها الديسوليوشن تيست. الديسوليوشن تيست ده يعني ايه؟
خلاص انا القرص بتاعي اتفتت وتحول الى بارتكل صغيره، لازم اتاكد ان البارتكل الصغيره دي دابت بشكل جيد وبمعدل كويس. هحكم على ده ازاي؟ هستعمل الديسوليوشن تيست، برضه هو عن طريق ماشين. الماشين ديت عباره عن بيكرز، البيكرز ديت فيها محلول مشابه للبيئه اللي اتعرض ليها القرص. اسيدك سوليوشن لو القرص بتاعي بيمتص من الاستومك، او الكالين سوليوشن لو القرص بتاعي بيمتص من الانتستين. طيب بحط جواها ايه؟ بحط جواها اقراص من العينه بتاعت التشغيله بتاعتي، وبتنزل العواميد ديت. العواميد دي عامله زي المكنه اللي بتقلب النسكافيه، عارفه يا هايدي لما تيجي تعملي نسكافيه كده في يوم رايق وعايزه تعملي نسكافيه بوش، بتجيبي البيكسر ده اللي بيعمل يقلب البودر بتاع النسكافيه، هي الماشين دي زيها. بتنزل الرودز دي داخل البيكر اللي جوه القرص بتاعك وتفضل تدور فتدوب القرص بتاعك. طيب انا كده يا دكتور اعمل التيست ازاي؟ انت كل مثلا دقيقتين او 5 دقائق توقف الماشين وتاخد عينه من المحلول اللي في البيكر وتحلل كميه الدواء فيها. بعد دقيقتين لقيت ان والله خلي بالك اللي هيكون موجود جوه المحلول هو ايه؟ هو الدواء اللي داب. انت حاطط القرص هنا، القرص مش اول ما تحطه هيدوب، ده القرص مثلا هيدوب على مدار نص ساعه. طيب انت بقى عايز تعرف على مدار النص ساعه دي القرص داب بمعدل قد ايه؟ هل كان كل مثلا دقيقه بيدوب جزء منه، ولا كل 5 دقائق بيدوب جزء، ولا كل 10 دقائق بيدوب جزء؟ هتعمل ده ازاي؟ انك كل دقيقتين توقف وتاخد عينه وتحلل الدواء فيها. والله لقيت في نسبه من الدواء، يبقى انا كده النسبه اللي دابت دي دابت خلال دقيقتين. بعد كده هروح مكمل تاني، بعد 5 دقائق اوقف واخد عينه تانيه، لقيت والله بقى عندي 5 مللي جرام في المحلول، يبقى بعد 5 دقائق ده عندي 5 مللي جرام، اند سو اون لحد لما القرص كله يدوب، وتقدر في الاخر انك تعرف الديسوليوشن ريت بتاع القرص بتاعك. بكده احنا خلصنا الاقراص وهنقف عند الجزء ده، لان انا دماغي صدعت من الكلام ولسه في محاضره تانيه لزمايلكم الساعه 11:30. حد عنده اي اسئله يا دكاتره؟ حد عنده اي اسئله يا دكاتره؟ حد مش فاهم حاجه يا دكاتره؟ اللي عنده سؤال يكتبه او يرفع ايده وانا هفتح له المايك. دكتور عفوا يا هايدي، دكتوره دعاء بتقول ما ينفعش احد الاقراص اللي بتقولوا الحاجات دي ارجع. لا بص يا دعاء انا هفتح لك المايك عشان افهم سؤالك. لحظه واحده يا دعاء، يا ريت تعملي ريز هاند عشان اعرف اجيبك يا دعاء. دعاء دكتوره دعاء. ايوه يا دكتور. اتفضلي. هو دلوقتي مثلا لو انا عملت الفورميليشنز بتاعتي وطلع. طب لحظه اول لحظه يا دكاتره، انا خلصت المحاضره، اللي عايز يخرج اتفضل يخرج، كان دلوقتي بس فاتح عشان الاسئله. اتفضلي يا دعاء. دلوقتي لو انا عملت مثلا الدواء بتاعي طلع اكتر من 5 اقراص مش بيعملوا فولو للريكويرمنتس اللي انا طلبتها اللي انا متحدده لي. تمام. التصنيع بتاعي كله هيترفض ولا هشيل 5 دول وتمام عادي؟